أهلا بيكم أنا حرصت إن أنتوا تشوفوا النوعية دي من الفيديوهات رغم إنها خاصة جدا لأن عنوانها هذا جنون ده جنون ده نوع من المينتاليتي ديس اوردرز أكيد يعني في خلل عقلي في الموضوع إن واحد يعرض حياته ما نقدرش أكيد ده مش هيعدي سليم يعني إن لم يفقد حياته هي جاي من ورا كمان وتفادى وسبب في حادثة يعني كوارث يعني وعايز أقول لكم على كلام مخيف جدا جدا خاص بالعمود الفقري. رئيس لشركه تنفيذيه، الكلام ده منسوب لحد مسؤول في, في, في شركه عملاقه. قال ايه؟ قال ان الدراجه لا تنقذ الكوكب. ده على كلامه بل على العكس تؤدي الى مشاكل في الاقتصاد لان راكب الدراجه او ممارس الرياضه واخد بالك؟ لا الدراجه ولا اللي بيمشي على رجليه. اولا ما بيشتريش عربيه. ولا ولا بيقترض ثمنها، ما بيشتركش في التامين، ما بيشتريش بنزين، ما بيرسلش العربيه للصيانه، ما بيستخدمش مواقف السيارات المدفوعه، ما بيعملش حوادث وبالتالي شركات التامين ما بتشتغلش. قال كده مش بي ما بيصابش بالسمنه وبالتالي ما بيعملش عمليات. آآ آآ اشخاص الاصحاء هو على كلامه ليسوا ضروريين للاقتصاد. طبعا ده كلام ساخر جدا وخطير جدا وفي منتهى الخطوره. قال انه انه مطاعم الفاست فود بتشغل ناس كتير على كلامه. طبعا ده كلام مخيف جدا لو يعني لو ثبت ان هو حقيقي فكلامي يودي في ستين ده داهيه. لانه احنا الطب الحقيقي مع الصحه. الاطباء يريدون ان طبعا هو قال جمله كمان او نسب إلي إلي, الي الي جمله ما اعرفش انا مش متصور ان في حد عاقل يقول الكلام ده. بس نوسي قال لك انه الاخطر من اللي بيركبوا دراجات بيركبوا عجل اللي بيمشي على رجليهم وبيجروا دول ما بيشتروش دراجات اساسا <applause> فمش مفيدين للاقتصاد ودول اللي عندهم لياقه ما يجيلهمش ديسك واحنا حاسين كده مش عايزين احنا مش الدكاتره مش اللي هو ايه الناس كلها بقى يجلها لا احنا عايزين الناس كلها تبقى اصحاء الناس كلها تبقى في صحه كويسه ممكن مع العمر يجي كونديشن حاجه مع السن لكن ما لقيش 40 سنه و30 سنه والناس اللي احنا شايفينهم دول النهارده حوار مهم جدا 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 والحقيقه نوع معين من الحوارات العلميه انا بنتظرها لانه مع قيمه علميه قديره ومميزه للغايه اولا اسلوب علمي راقي جدا في الشرح والتفصيل ودايما عنده الجديد ودايما بيحط ايده بقى على النقاط اللي مجهوله في الثقافه الخاصه بجراحات المخ والاعصاب. النهارده الجديد النهارده هنوضح لكم ونور لكم اجزاء مهمه جدا في الثقافه المرتبطه بعالم المثير جدا عالم المخ والاعصاب مع القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع علميا واكاديميا وجراحيا الاستاذ الدكتور ايهاب محمد عيسى أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية طب قصر عيني جامعة القاهرة، عضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، جامعة كورنيل نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية وهلسنكي الفنلندية، وصاحب تكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي في جراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب لعام 2010 وعام 2015 وعام 2017 القيمه الجراحيه الكبيره اهلا بك يا دكتور اهلا, أهلاً بك يا دكتور ايمن قبل ان ندخل الى سؤال الغضروف المرتجع كم حاله من الحالات اللي احنا شفناها دي في الحوادث دي بتجيلك آه دي حياة دي ماساه اه دي ماساه الفيديو اللي اتعرض ده ماساه يمكن حضرتك قلت جمله جميله جدا قلت احنا عايزين ناس اصحاء مفيش اي دكتور في الدنيا يتمنى انه يشوف الحاله دي وهي جايه عنده في الطوارئ لان ما عندكش فكره بتبقى منظر الحاله هي احيانا بيبقى مش مجرد بس كسر في الفقرات بيبقى احيانا قطع في الحبل الشوكي كمان وبتبقى حتى العمليات لما يوصل قطع الحبل الشوكي ما عاد اي لازمه خلاص انت بتعمل بس حاجه تثبيت فقرات لكن لو حصل قطع بتشوف شاب قدامك هيعيش عمره مشلول علشان لحظه زي دي بلا معنى بلا اي معنى يا ريتها مثلا اصابه عمل ولا في الرياضه مهمه كان اولمبيه وصاب غصب عنه ما كل حاجه بقدر صحيح لكن ده ده انتحار الاخطر ان واحد زي ده يتسبب في شلل بني ادم تاني ما عملش اي غلطه يخبطه آه. او حاجه ده اه بالظبط يعني يعني يكون يعني حد معدي موتوسيكل تاني بالظبط وماشي بما يرضي الله يروح خابط في ده بالزبط. لماذا اخترت سيادتك الغضروف الضيق المرتجع كموضوع قبل ان ندخل في الموضوع لان هو ده من اكثر المواضيع الدقيقه جدا في علم العمود الفقري والمخ والاعصاب ولكنك تعرف يا دكتور ايمن ان كميه كتب علميه كثيره جدا في هذا التخصص عن الغضروف المرتجع كميه رسائل دكتوراه وماجستير كل يوم عن كلمه الغضروف والضيق المرتجع يمكن انا اتذكر مثلا اخر رسالتين ناقشتهم في الجامعه كانوا عن الغضروف المرتجع لان الموضوع مهم جدا الموضوع ده مش موضوع محتاج دقه في كل مرحله من مراحله بدءا من التشخيص لحد العلاج بتاعه مش اي حد يقدر يتصدى ليه ولازم الموضوع ما يتاخدش بطريقه بسيطه جدا لازم لازم دقه ولازم خبره معينه في هذا الموضوع من بدايه التشخيص نبدا بالتشخيص ما هو التشخيص ما هو التشخيص؟ مهم جدا في الغضروف المرتجع كلمة التشخيص، ليه أنا قلت الجملة دي؟ لأن في الغضروف المرتجع لازم الدكتور يركز على ثلاث حاجات، الأشعة والفحص الإكلينيكي ويعرف من الحالة كانت بتشتكي من إيه قبل العملية اللي عملها زمان طب ليه التلات حاجات دي لأن لازم التلاتة يبقوا موجودين في عقل الدكتور مع خبرته قبل ما يقول أن الغضروف اللي باين في الأشعة دي اللي باين قدامه هو السبب في المشكلة اللي بيعاني منها المريض طب ليه لأن أحيانا يا دكتور أيمن ممكن تسمع إن جميع الحالات اللي عملت تدخلات في العمود الفقري جراحية أو تدخلات جراحية محدودة بالميكروسكوب لما بتيجي تعمل لها إشعات ممكن تشوف الأشعات حاجة لأن الغضروف زي ما أنت باين هنا قدامنا في الصورة هي عبارة عن مادة ليفية في الخارج ومادة جيلاتينية في الداخل لما بنيجي نعمل التدخل مثلا جراحي المحدود بالميكروسكوب بندخل من الجزء الليفي اللي اللي اتقطع وطلعت منه الماده الجيلاتينيه ونزيل الماده الجيلاتينيه اللي ضغطت على العصب او الجزء الفراجمنت اللي ضغطت على العصب اللي باينه في الصوره ولكن بنحافظ على جدار الغضروف علشان ده بيضيف في توازن العمود الفقري لما مثلا بيبقى فيه ضيق عند مخرج العصب بنشيل جزئيه العظام اللي ضغط على هذا الضيق ولكن بنحافظ على مفاصل العمود الفقري وده عبقريه التدخل المحدود بالميكروسكوب لما بتيجي الحاله تعمل اشعات في كتير من الاوقات يبان ان في غضروف طالع من مكانه يبان ان ما زال ضيق يبان التصاقات فيظن بعض الناس قليل الخبره بان في مشكله انا عايز اخلي الناس تاخد بالها من حاجه لان النهارده في الحلقه انا بتكلم على موضوع كبير فعايز الخص الموضوع ده دا. دايما علشان هقول كلمه ملخص يبقى لازم كل جمله تتقال فيها تبقى مهمه ما ينفعش اسيب جمله منها لأنها هتفقد المعنى انا بقول الاشاعات مهمة ولكن مش كل حاجة في التشخيص مش حد يقولك لك ملهاش قيمة لا هي مهمة ولكن مش كل حاجة في التشخيص بمعنى احنا قلنا ان ممكن نعمل اشعة الحالة ويطلع فيها باين فيها غضروف او ضيق ما اقدرش احكم لحد كده لازم اضيف الفحص الاكلينيكي واضيف الحاله كانت بتشتكي من ايه لان احيانا ممكن لما نضيف الفحص الكلينيكي نلاحظ ان الالم اللي بيعاني منه الحاله هي الم ما لهاش علاقه بالعصب هي الم لها علاقه بخشونه المفاصل ألم لها علاقه ببعض التهابات العصب هنا مثلا باين عندنا في الصوره حاجه مهمه جدا اللي هو مفصل الحوض او الساكرو إليك جوينت اللي عليه السهم ده من المفاصل اللي بتحصل فيها خشونه بصفه مستمره وليه في حالات العمود الفقري دايما مريض العمود الفقري بالذات في كبار السن لما بيبقى العصب مضغوط بيقعدوا في السرير فتره طويله مش قادرين يتحركوا من الالم القعده والنوم الكتيره دي بتتسبب ان تحصل خشونه خشونه في مفصل الحوض خشونه في مفصل الركبه وفي كمان مفصل الفخذ ممكن تحصل فيه خشونة أضف إلى ذلك ممكن ياخدوا أدوية معينة زي كورتيزون فترات طويلة تعمل زي هشاشة في العظام فتضيف للخشونة اللي بتحصل لما بيعمل التدخلات في العمود الفقري بتبدأ الألام دي تتحسن ويبدأ يمشي لما يبدأ يمشي ويرجع لحالته الطبيعية تبدأ ألام الخشونة في المفاصل دي تحصل ودي حاجة بسيطة بنطمن الحالة ونبدأ العلاج بتاعها ونعرفه ان ان الحاجه اللي باينه في الاشعه ديت مش هي اللي عامله المشكله ولكن دي خشونه بسيطه في المفاصل سواء خشونه في مفصل الحوض دي حاجه عاديه خشونه في مفصل الركبه حاجه عاديه ودي هتتعالج وما فيش مشاكل لكن ده جروب من الناس او دي مجموعه من الناس اللي لقينا في الاشعه حاجه ولكن فحصنا اكلينيكيا لقينا الحاجه دي مش مسببه اي مشاكل وعنده الالم اللي بيعاني منه حاجات تانية وحاجات علاجها موجود ومفيش فيها اي مشاكل في جروب تاني عندهم نفس المنظر في الاشعه ضغط على الاعصاب او ضغط على الضفيره العصبيه ولما بنيجي نفحصهم نلاقي الام شديده، الام شديده الام عصب اللي يتقال عليها زي الام عرق الناس، الام ماسكه رجله من فوق لتحت، الام شديده واحيانا بعض الناس اللي بيعملوا عمليات ممكن تكون الالام دي اشد من قبل العمليه ومن اول يوم <applause> وبالفحص متطابقه تماما مع الام عصب. هنا قدرنا نشخص هنا هنقدر بقى بعد كده نقدر نقول اه فعلا ده غضروف مرتجع او ضيق مرتجع محتاج تدخل. <applause> يبقى هنا فرقنا بين حاجه باينه في الاشعه مش عامله مشكله ومش هيتعمل لها حاجه ولكن هنعالج حاجات تانية التهابات عضلات خشونه مفاصل وحاجه تانية ضغطه هيتعمل لها مشكله زي مثلا الحاجه اللي باينه عندنا هنا في الاشعه حاجه كبيره ضغطه وفحصنا العين اكلينيكيا اتضح ان عنده الام ماشيه مع الام العصب العصب المضغوط يبقى التشخيص مهم مش اي واحد باينه عنده حاجه في الاشعه عيان عمل عملية وراح بس أنا بشوف في عيادة حالات كتيرة عاملين عمليات عند ناس وراحوا عند دكاترة خوفوهم ممكن لما فحصوا من الألم اللي بيعانوا منها ملهاش علاقة باللي باين في الأشعة وبنطمنهم وما فيش مشاكل مهم. وناس تانية لا هي ألم شديدة مرتبطة بالحاجة اللي موجودة في الأشعة مهم. احنا عندنا مستويات عديدة في العمود الفقري تمام. صح كده؟ هل قواعد التشخيص اللي احنا قلناها دي تنطبق على جميع المستويات بتاعت العمود الفقري؟ هو أنا دايماً بحب في النقطة دي أفصل، دايماً لما وأنا يمكن قلت قبل كده، دايماً أنا عندي وجهة نظر في العمود الفخري بحب أتعامل إن الفقرات العنقية والظهرية ده جزء والفقرات القطنية جزء تاني، آه. ما بحبش إطلاق عليها في المجمل عمود فخري، طب ليه؟ هو مش مزاج، علشان الحبل الشوكي. زي ما باين هنا في الاشعه الحبل الشوكي هو تلك الالياف العصبيه اللي بتحمل جميع الذبذبات العصبيه من المخ وبتنزل في الفقرات العنقيه والفقرات الظهريه وبتنتهي عند نهايه الفقره القطنيه الاولى. <applause> يبقى عند الفقره القطنيه الاولى ده نهايه الحبل الشوكي اللي بعد كده الضفيره العصبيه وجذور الاعصاب. فعلشان كده الحبل الشوكي ده حاجه ثمينه جدا وهو بيتحكم في حركه الجسم وفي حركه وفي الجهاز التنفسي وفي الجهاز البولي وفي الجهاز التناسلي. وهو حاجه دقيقه جدا حاجه سمكها مش كبير وماشيه داخل العمود الفقري اي تاثر عليه او اي ضغط عليه بيقضي لأعراض كبيره جدا علشان كده الاهتمام بيه بيبقى مختلف فلو في حالات ظهر عندنا في الفقرات العنقيه ضغط على الحبل الشوكي هنا قانون مختلف حتى في المرتجع يعني مثلا انا في حالات مثلا بتبقى عامله مثلا فقرات عنقيه عندي عند أي دكتور مثلا وجدت العيان تعبان بعمل أشعات لو لقيت ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقية خلاص هنا خلاص في ضغط على الحبل الشوكي زي الحالة اللي موجودة دي دي كانت عملت عند دكتور وعملت من الأمام تدخل شلغة ضريف متعددة والعيان بعد كده حالته اتدهورت لما عملنا أشعة الحبل الشوكي مضغوط خلاص هنا لازم يتعمل تدخل إنما في الفقرات القطنية قلنا لا لازم نكمباين مع لازم نفحص إكلينيكيا نشوف هل الحاجة اللي ضغطة دي عاملة مشكلة ولا لا إنما في الحبل الشوكي الموضوع مختلف مم. حبل الشوكي مضغوط في الأشعات لازم في الفقرات العنقية, العنقية والعيان بدأ إكلينيكيا يعاني لا لازم يتم رفع الضغط عن الحبل الشوكي سواء في الحالات اللي ما عملتش قبل كده أو حالة عملت قبل كده مم. احنا ما زلنا تحت عنوان ومظله ما يسمى بالغضروف المرتجع هل من ضمن الاسباب اللي كلمه غضروف مرتجع انه تجرى الجراحه وشفنا الحاله الاخيره اما في مكان غير مجهز لاجراء نوعيه دي من الجراحات وكلامنا نحط تحتيه خطوط او من خلال من لا يمتلكون خبره الكافيه لاجراء نوعيه دي من الجراحات والله هي ديت انا شايف دكتور ايمن هي دي اهم محور في كلمه الغضروف المرتجع اهم محور في, الو... في اسباب تانيه علشان نكون صادقين يعني في سبب جين ممكن يكون واحد عنده عرضه ان يجيله غضروف وبالمناسبه ممكن يجيله في مكان تاني في جسمه غضروف تاني ممكن تبقى العمليه زي الفل كل حاجه تمام وحصل له غضروف مرتبه وده ما فيش حد اي لازم فيه ده حاجه بعد جيني مم. ممكن السبب يكون ليه علاقه بالستايل اوف لايف بطريقه الحياه حد عمل والعمليه نجحت وكل حاجه لكن هو بيمارس الحياه بطريقه غلط بيشيل بطريقه غلط بيمارس حياته بطريقه غلط بالذات رفع الحاجات بطريقه خاطئه انه يحمل على العمود الفقري احنا عارفين لما بتيجي تحمل حاجه بتحمل دايما على مفصل الركبه وظهرك مستقيم لكن لما تحمل على ظهرك زي بتشيل حاجه زي بتشيل حاجه اللي بتحطها حتى في كل دير الميه تحمل على ظهرك تتنيه وتعتمد على مفصل العمود الفقري هي مش هتبقى بالقوه بتاعت نفس رجليك فيضطر الغضروف هنا ممكن الضغط اللي يتعرض له كبير فهيخرج فكده معناها يحصل غضروف مرتجع سواء في المكان القديم او او مكان جديد وكده برضو العمليه ناجحه بس حصلت الحاجه دي نتيجه الممارسه الخاطئه مم. لكن السبب الرئيسي اللي بشوفه في معظم الحالات هو ان الجراحه الاولانيه بتكون معموله في مستشفى غير مجهزه ودايما غير مجهزه بتبقى مع دكتور قليل خبره لان يعني الدكتور اللي عنده خبره لازم بيختار المستشفى المحترمه اللي يشتغل فيها حتى يقدر يعبر عن الخبره بتاعته، هيقدر يدي العيان الفايده العلميه اللي هو مارسها على العمر كله بالاجهزه والتقنيات الحديثه اللي موجوده. دايما بشوف الحالات دي وبشوفها في عيادتي بصفه مستمره بعد ما العيان يكون خلاص استنزف الطرق. عمل عمليه وفشلت مع حد وبدا انه يعاني شفت في فتره اخيره كذا حاله ممكن منها يقعد عاجز فتره في حاله منها قعدت عاجزه مثلا سنه وحاله تانيه سنه ونص ماشيه على عكاز مش قادره تتحرك في كمان يعني دكتور قريب كان عندي دكتور يعني عمل عمليه وجاله سقوط جزء في مشط القدم بتاعه طبعا بتسأل العملية اتعملت في مكان غير مجهز لأن إحنا اتفقنا إن التقنيات الحديثة وغرفة العمليات المجهزة اللي فيها جميع الأجهزة أنا دايما بحب الصورة دي وبحبها دائما تبقى الناس تتيقن منها يعني غرفة عمليات فيها الميكروسكوب اللي على أعلى مستوى م. فيها جهاز الأشعة في غرفة العمليات اللي اصطلح على تسميته الملاح الجراحي اللي بيوريك وأنت شغال أنت شغال في أنهي نقطة بالظبط فين في فريق مراقبة الأعصاب أنا اتكلمت عليه كتير فريق مراقبة الأعصاب زي ما حضرتك شايف هنا في الشاشة ده فريق تاني طبي ملحق بالعمليات بيحط الكترود معينة في أماكن بجسمه ويراقب الأعصاب وأنت شغال علشان يقول لك وأنت شغال إن أنت ماشي كويس إن هنا العصب اتشد عليه شوية لا ما تعمل كده كل الكلام اللي بيحصل ده بيزود نسب الأمان كل حاجة بتبقى محسوبة بدقة شايف ميكروسكوب يكبر الحاجة ويوضح الصورة تماما شايف جهاز ملاح جراحي او جهاز الاشعه العادي اللي هو فلورسكوب بيورينا واحنا شغالين احنا داخلين فين بالظبط؟ المستوى بالظبط واحنا بنحط الدعامه هي فين بالظبط؟ جهاز مراقبه الاعصاب وفريق طبي يقول لك ان انت شغال هنا العصب اتشد عليه شويه هنا المفروض ترخي شويه، فكل حاجه هنا محسوبه بدقه، مع دكتور عنده خبره هو عارف هو داخل يعمل ايه؟ عنده خبره في في استخدام الميكروسكوب وعنده خبره في التكوينات اللي هيشوفها تحت الميكروسكوب. عنده خبره في التشريح علم التشريح الميكروسكوبي فهم هيشوف ايه الكلام ده لما يجتمع دي اسباب الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيسبب بيها النجاح علشان كده يعني يعني انا يمكن بحب انشر الحاجات دي على الصفحه بتاعتي كنت زمان ما بعملهاش يعني تجارب بعض الناس بالذات في الظروف المرتجعه اللي عملت وبقت عندها معاناه فتره سنه او الكلام ده في مستشفيات غير مجهزه واطباء قليل خبره يعني هم ما كانوش مصدقين الحمد لله لما دخلنا وعملناها في مكان مجهز لما كان ما بشتغلش الا في مكان مجهز واتعملت التقنيات الحديثه الحمد لله اتحسن تماما رجع لحياته الطبيعيه تخيل الناس بتبقى قاعده في معاناه فتره طويله والحل موجود والحل بسيط ابتديت اخلي الناس دي تنشر خبرتها على الصفحه وحتى الناس لما عايزين يتواصلوا معهم علشان يعرفوا ان دي مش رفاهيه التقنيات الحديثة لما نقول ميكروسكوب لما نقول مستشفى مجهز لما نقول فريق مراقبة الأعصاب دي مش رفاهية دي حدي الامان وهو ايه اهم في الجهاز العصبي من الامان <applause> الامان بين واحد بيعمل النهارده وبيخرج بكره يرجع لحياته الطبيعيه وواحد تاني ممكن يقعد في عجز فتره طويله شايف الفرق ما بينهم فرق مهم جدا السؤال اللي جاي دوت انا ما كنتش اعتقد ان انا هبقى متحمس لسؤاله الا في الفتره الاخيره اخر سنتين ثلاثه مثلا هنا التخصص المنوط به التعامل مع هذه النوعيه من الحالات السؤال ده ما كنتش من ثلاث سنين او مسائل يخطر في بالي ان انا اساله لانه بشيء بديهي يعني لما اقول اصابه اكيد جراح مخ الاعصاب لكن دلوقتي لازم اساله لان شايف في فوضى في التعامل مع العمود الفقري والحبل الشوكي تخصصات من تخصصات ملهاش علاقه او المفروض ما تتدخلش في الموضوع ده. هو بص يا دكتور هو مش تحيز علشان انا جراح مخ اعصاب وعمود فقري لكن فعلا هو يعني لو الانسان فكر فيها هو أهم تخصص ممكن يتعامل مع هذه المنطقة بالذات في الغضروف المرتجع هو هذا التخصص ده تخصص أنت بتتعامل على أعصاب بتتعامل على التصاقات بتتعامل على وضع دقيق جدا فانت محتاج التخصص ده التخصص اللي اتعود يتعامل مع التكوينات الدقيقه اتعود يستخدم الميكروسكوب تاني حاجه جميع العلم العمود الفقري لما نيجي نخش على الابحاث العلميه بنلاقي أكثر الاطباء اللي شاركوا فيها واكثر الاطباء اللي هم شاركوا في التقنيات الحديثه وفي الابحاث الجديده هم اطباء بالذات جراحين المخ والاعصاب والعمود الفقري. انا بقى عايز يعني اخرج من حته الشخصنه وانا بقى بقول ان انا علشان انا جراح مخ واعصاب لكن عايز انصح الناس لما يجي يتعامل مع العمود الفقري في سواء في الغضروف المرتجع او في الغضروف حتى الغير مرتجع لازم يكون دكتور بيتقن جميع حلول العمود الفقري. يعني ايه جميع حلول العمود الفقري يعني في في بعض الحالات بتحتاج علاج دوائي فقط لخير في حالات بتحتاج علاج تداخلي غير جراحي زي مثلا تردد حراري زي حقن في مراحل مبكره ضيق بسيط وظروف بسيط واخذ العلاج وما تحسنش واحنا مش مقتنعين انه يحتاج اي تدخل فممكن يجي دور التردد الحراري دور الحقن على جذور الاعصاب حاجه في مفصل الحوض يتعمل النقطه دي الحاجه الثالثه التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب في الحالات اللي هي لم تستجيب للعلاج الدوائي او حصل ضعف سواء ضعف جزئي زي مشط القدم او ضعف كلي زي الحبل الشوكي او الحالات اللي في هناك مشكله في اتزان العمود الفقري فاحنا بنضيف اليها الدعامات او في حالات تانية اللي هي الجراحه الكامله انا بتكلم ان جراح يكون بيتقن زي ما انت شايف هنا عندنا في الفيديو ده التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب يعني في الفقرات القطنيه يعني بتدخل من فتحة صغيرة وبتستخدم الميكروسكوب علشان تقوم وبتستخدم يعني هنا بين جهاز الحفار علشان تشيل الزايدة العظمية زايدة عظمية بسيطة علشان توصل للغضروف وتم استئصال الميكروسكوب بيتيح لك انك انت تشتغل من الفتحة الصغيرة بيتيح لك ان انت تشوف العصب بوضوح شايف العصب بوضوح ازاي وانت بعدت العصب يعني حميت العصب ودخلت على الغضروف شلته بكل سلاسة والصورة عندك كانت واضحة تماما ومكبرة. الدكتور اللي منوط بيه العمود الفقري يكون بيتقن كل هذه الطرق مش هيستخدم طريقة واحدة بس هو هيستخدم الطريقة المناسبة للمرض مش اللي نفسه فيها أو اللي, أو اللي الحالة نفسها فيها لا هو يستخدم المحور أو الطريقة المناسبة لهذا المرض لكن لو رحنا عند طبيب مع احترام الشديد للجميع لا يتقن إلا, إلا طريقة واحدة للعلاج يعني هو مثلا مش جراح اصلا فهو بيتقن بس انه يكتب علاج فممكن يبقى بنشوف حالات احيانا في ضغط على الحبل الشوكي وسايبها معاه والعيان بيضعف 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 لحد ما ممكن يوصل لمرحله شلل وقاعد ياخد ادويه وهي ما عاد لهاش اي لازمه مش مكانها دلوقتي او دكتور تاني هو ما بيعالجش الا علاج الم يعني حقن او تردد حراري وفي حالات حالات غضروف كبير ضغط على العصب حالات غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي ما ينفعش فيها هذا المحور طب فرضنا ان الحاله اصرت او الدكتور عايز يتكسب او اي حاجه او سبب ما وعمل لها الحاجه دي احنا شفنا مشاكل كبيره جدا <applause> يعني شوف لما تروح عند دكتور علشان تتعالج ويحصل لك مشكله بسبب اختيار الطريقه اللي مش مناسبه انا شفت ناس كان عندهم غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي وبدا يحصل لهم ضعف بسيط لسه في اولى المراحل <applause> راحوا الدكتور وما ليه بدا الناس تعمل الكلام ده عملت حقن في الفقرات العنقيه على غضروف ضغط على الحبل الشوكي انا مش بقول الحقن والتردد الحراري غلط لكن بقول في المرحله المبكره مرحله ضغط على الحبل الشوكي وبدات اعراض الحبل الشوكي لما تحقن هنا خطر العينين دول حالتهم اتدهورت تدهورت وصلوا الى اقتربوا من مرحله الشلل الكامل عايز اقول لك كذا حاله شفناها بهذا المنظر يبقى معنى كده انك انت لما لازم اختيار الطريقه المناسبه وهي بالمناسبه مش حسب الرغبه هي حسب درجه المرض هنا بقى مش مساله برضو سماع المريض لشيء معين عجبه شكله او شافه في احد البرامج يقول له يفصله على حالته هو هي كل حاجه من اللي احنا قلناهم وذكر اسمهم لها قيمه بس قيمه لمين قيمه للي يناسبه اتمنى آه. ان النقطه دي تتبرز تتبرز بجد لان انا ابتديت اشوف مشاكل منها بالذات ان بدا يتم استخدام محور الحقن والتردد الحراري والحاجات دي في حالات ما ينفعش فيها والناس مش مدركه ان هو لو استخدم في الحالات دي هيؤدي لتدهور الحاله في نقطه تانية كمان عايز اقول عليها دكتور ايمن بمناسبه انت بتسال مين المنوط بيه في الغضاريف المرتجعه مش بس على فكره جراح المخ والاعصاب مش اي جراح مخ واعصاب لازم يكون عنده خبره كافيه في جراحين مخ واعصاب عندهم القدره يعملهم الفريش الحاله اللي هي في الاول ممكن يعملها لكن الغضروف المرتجع محتاج خبرة أكبر ومهارة أكبر فمش أي حد برضو حتى في تخصص جراحة المخ والأعصاب لازم حد عنده خبرة لأن دي حاجة دقيقة جدا تبتكلم بتتكلم على تشريح خلاص اختلف في حد غيرك دخل عمل عملية فأنت المنظر مش التشريح المعتاد فمحتاج دقة متناهية استخدام الميكروسكوب هنا مش هزار ده أمان مفيش فيه أي نوع من أنواع الرفاهية ده لازم يتم استخدامه خلي بالكم يا جماعة دايما كل ما بنعدي وإحنا صغيرين جنب قسم جراحة المخ والأعصاب هو واحد من الأقسام اللي بتست... بتحترم جدا الليرنينج كيرف والخبرات، ده بيبان في القسم كمان. أي قسم في أي حتة في القصر العيني، في عين شمس، في الحسين، في آه إسكندرية، في المنصورة، في كل حتة كان ليه قرب منها كنت لاحظ واحد من الأقسام التي هي جراحات القلب. كل النوعيات دي بتحترم جدا تبص تلاقي ايه هذا الدكتور واخد دكتوراه بس ممنوع هو وهو واخد دكتوراه صحيح في القسم انه يمد ايده على النوعيه دي من الحالات لسه ما وصلش للدرجه دي ده دكتور واخد ماجستير لا ده مش هيمد ايده اساسا على الحالات ده حقيقه فعلا ده <applause> اه ده كنا ولذلك كانوا دايما يقولوا جراح المخ والاعصاب لازم يتميز بالصبر ده, ده انا بقول لكم صوره عشان تفهموا قيمه النوعيه دي من الجراحات ايه مش كده ولا لا طب ليه علشان الناس تبقى عارفه الخلايا العصبيه دي خلايا ثمينه جدا ولا تجدد يعني يعني الخلايا دي هي اثمن اعطى ربنا سبحانه وتعالى للبني ادم الحبل الشوكي ده هو اللي بيمشي بيه وبيمارس حياته لو حصل فيه دم حصل فيه تاثر يعني خلايا ماتت مش هترجع تاني فمعناها ان اختيار الطبيب اللي هيقوم بالحاجه دي لازم يبقى من البداية صح 100% لأن في حالات لو اتعمل فيها أخطاء ممكن حتى لو جبت الطبيب الممتاز وأحسن واحد ممكن ما يقدرش يصلح يعني أنا اتكلمت عن حاجات اتحسنت معايا كانت عملت مع ناس تانية ده من حسن الحظ ما كانش حصل أن العصب اتقطع أو حاجة لأن حتى لو جبت أحسن مكان في العالم وأحسن دكتور والعصب كانت قطع والحبل الشوكي طب خلاص ما عادش في حاجة تعمل علشان كده مهم جدا من البداية اختيار الدكتور اللي عنده خبرة والمستشفى المجهزة دي فوق دي لازم الحالة تركز جدا في النقطتين دول قبل إجراء التدخلات الطبية لأن بالذات أن بتفرق فرق شاسع لما بتتعامل مع حد عنده خبرة ومستشفى مجهزة النتائج بتبقى ممتازة بفضل الله بتوصل حاجة وتسعين في المية وبيخرج تاني يوم وكأنه ما عملش حاجة بيرجع لحياته الطبيعية هنيجي بقى لأهم سؤال وأهم منطقة حوارية في النهاردة مش في الكلام العلمي لا أهم منطقة لأن هي دي المنطقة الأكثر يعني تأثيرا في الإعلام والأكثر المفروض يعني رسالتنا في الاخر في الحوار دي اهم رساله هتتقال في الفتره اللي جايه. ايه العلامات والاعراض الخطره اللي نقدر نقول عليها الريد فلاكس التي تجعل المريض يفهم وايضا عائلته تفهم انه الامور تسير في اتجاه القرار الجراحي بانواعه، انه احنا محتاجين جراحة بأنواعها سواء ميكروسكوبية أو جراحة منظار أو إحدى الجراحة كويس كده. أنا هلخص الإجابة لا الإجابة. أنا مش عايزين نلخصها براحتك خالص الحتة أنا دي أنا عايزك عايز ال... تديها حقها أنا عايز أديها ملخص الأول يوصل للناس لأن أنا عايز في جملتين في جملتين يبقى الناس حطهم في بالهم اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري لو في ضعف سواء ضعف جزئي أو كلي مع وجود ضغط على الاعصاب او الحبل الشوكي في الأشعات اعرف ان انت محتاج تدخل هقول تاني وارجع أشرحه لو في ضعف جزئي او كلي مع وجود ضغط في الأشعات اعرف بدون ما تنزل من بيت انت محتاج تدخل محتاج جراحه مفيش حل تاني م. لازم الضغط ده يشيل من على الحبل الشوكي او من على الاعصاب يعني ايه ضعف جزئي او ضعف كلي انا حقيقه يعني في فيديوهات مهمه او صور مهمه عايز اعرضها الضعف الجزئي ده بيحصل في الفقرات القطنيه اللي هو سقوط مشط القدم زي ما باين عند حضرتك مم. سقوط مشط القدم يعني البني ادم الطبيعي بيقدر يرفع مشط رجليه لفوق ولتحت ويقدر يمشي على طراطيف صوابعه وعلى كعب رجلي مم. لما بيبدا يحصل ضعف في المراحل الاولى ما يقدرش يمشي على طراطيف صوابعه وعلى كعب رجلي مشط رجله مش قادر يحمل عليه هنا في الحالة دي أنت حضرتك طلبت من الست إنها ترفع مش قادرة يرفعها رفعت الناحية الشمال مش قادرة ترفع الناحية اليمين وده على فكرة دي مرحلة, مرحلة متقدمة ده حصل آه. سقوط تام آه. في مرحلة تانية بتعرف ترفعه لكن مش جامد أو في المراحل المبكرة ما يقدرش يمشي على طراطيف صوابعه وكعوب اه. ما يقدرش يحمل عليهم لأن درجات القوة هي خمس درجات الدرجة دي خلاص وصل للدرجة خلاص انعدمت القوة تماما. آه. لكن علشان نقيم قوة قوة عصب في خمس درجات. واحد اثنين ثلاثة أربعة بالظبط آه. هو لما يبدأ انه يحصل ضعف مش قادر يمشي على مشط رجليه وعلى كعب رجليه. أو يقول لك لو أنا لابس الشبشب ممكن يتخلع من رجلي. ده ريد فلاج في, في حالات الفقرات القطنية. آه. في غضروف أو ضيق ضغط على العصب ولازم يتم رفعه. طب آه. يعني إيه ضعف كلي؟ الضعف كل ده اللي هو اعراض الحبل الشوكي. مم. يعني ايه اعراض الحبل الشوكي؟ انا عايز الناس تبص على المشيه دي وتدقق فيها جدا. ده واحد ماشي بصعوبه عنده ثقل في رجليه عنده عدم اتزان في المشي رجليه متكتفه. لسه النهارده كان عندي حاله في عيادة قالت تعبير حس ان انا ماشي زي الانسان الالي. شايف المشيه بتاعته صعبه ازاي؟ كان كانه دا ولا؟ ده الضغط على الحبل الشوكي، الحبل الشوكي مضغوط في الفقرات العنقيه او الفقرات الصهريه. واخد بال لو في الفقرات العنقيه بيصاحبه تنميل وإيه وضعف في ايديه، ايديه ما عادش يمسك بيها الحاجه زي الاول. او لو في الفقرات الظهريه يبقى بس الاعراض في رجليه فقط، صعوبه في المشي، والجهاز البولي يتاثر والجهاز التناسلي برضه يتاثر. مم. في نقطه مهمه جدا جدا في الحبل الشوكي عايز اتكلم عليها. مم. لان بيقابلني التساؤل ده كتير جدا. يعني واحد زي اللي ماشي المشيه دي ممكن لما تروح لما يجي لي العياده واكشف اقول له احنا محتاجين نعمل على الفقرات العنقيه اشعه يقول لي يا دكتور انا ما بشتكيش من وجع في رقبتي ودي حقيقه ممكن حد يبقى عنده ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقيه وما فيش الم في حالات اه بيبقى فيها الم بس في حالات ممكن ما يبقاش فيها الم وما يبقاش فيه الم في دراعاته ودايما التركيز في الفقرات القطنيه تحت ويروح عند دكاتره اولا بيتاخر في التشخيص بتاعه ممكن يروح عند اطباء بطنه او اطباء عاديين يقولوا له انت عندك ضعف محتاج تاخد فيتامين ممكن حد يقول له عندك خشونه في خشونه في المفاصل ويتاخر واحيانا بيروح عند اخصائي مخ واعصاب لكن قليل الخبره يعمل له اشعه قطنيه يقول له انت عندك غضروف تحت هو اللي عامل لك المشكله المشية دي والرجل بتاع رجلك وانت ماشي رجلك تقيله كانك ماشي في رمل مم. في عدم اتزان ده الحبل الشوكي في الفقرات العنقيه او الظهريه ولازم يتعمل عليها اشعات ومش مهم يبقى في الم في في الرقبه مم. ودي حاجه مهمه جدا لان احنا قلنا ان الخلايا العصبيه ثمينه جدا كل ما اتعملت في مرحله مبكره كل ما النتائج كانت ممتازه مم. لما يتع... لو في عيان عنده غضروف كبير او ضيق شديد ضغط على الحبل الشوكي مهما كان والحاله لسه في الاول وما بداش يحصل الضعف الشديد ولا تاثر في الجهاز العصبي الحاله دي بتتعمل بكره ان شاء الله بيتحسن وبيرجع لحياته الطبيعيه طب فرضنا انه ساب نفسه وبدا يحصل الضعف وبدا يحصل كدمات على الحبل الشوكي بيتعمل علشان نحافظ على الاجزاء السليمه خد بال حضرتك وبياخد وقت على بال ما يرجع. <applause> انما اللي بيتعمل في مرحله مبكره عشان كده احيانا الفقرات العنقية لما بتتعمل بالذات بالتدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب من الامام تاني يوم بقول له ارجع لحياتك الطبيعيه تماما <applause> لو شفنا الحاله تاني هنلاحظ حاجه لو شفنا الفيديو تاني هنلاحظ انه مش بس الضعف في الرجلين لو انتوا عندكم الخبره الكافيه الضعف كمان في الايدين بالظبط برافو عليك يعني براف علي. اه يعني براف عليك. براف اه عليك. آه, 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 عليك. اه لا يعني انا ايدي ممكن مش آه عارف يمسك ما احنا قلنا الفقرات العنقية ده كوادري ده كوادري باريسس كوادري باريسس اه لانه الايدين فيها كمان هايبوتونيا يعني باين جدا بعض السيدات تقول لك تعبير جميل جدا تقول لك حتى الحجاب بتاعي ما بعرفش اعمله زي زمان آه ما بعرفش اللي بيكتب ما يعرفش يمسك الحاجه بايديه زي زمان آه لان بدات بتبدا بان الفاين موفمنت تبدا ما يقدرش, آه. ما يقدرش يعملها وبعد كده ما يقدرش يضغط ما يقدرش يمسك لكن المشيه دي مميزه اتمنى ان هي توصل بوضوح اه باين جدا البيراميدال تراكت الجمله اللي أقولها دي للدكاتره بس البيراميدال تراكت موست فالنربل تراكت صح كده؟ طبعا طبعا آه يعني تراكت قابل للطعن بسهوله سهل جدا هش جوه الاسبانيا وعلشان كده يا دكتور ايمن انا قلت لك انا بقسم العمود الفقري لجزئين بتكلم العنقيه والظهريه لوحتهم القطنيه يعني انا احيانا يجي لي عيان عنده غضروف كبير جدا وضيق كبير جدا في الفقرات القطنيه اه والعيان القوه بتاعته كويسه الحمد لله بيمشي على طراطيف صابع وكوبري رجليه المشط ممتاز والالم اتحسن ممكن اتابع معاه ممكن اتابع معه لكن عندي في الفقرات العنقية والفقرات الظهرية لو في ضغط شديد على الحبل الشوكي حتى لو بداية اعراض هنا لازم نشرح له لان ممكن لو ساب نفسه ممكن مع وقع او حاجه ممكن يحصل ضعف واحيانا بيحصل كدمه على الحبل الشوكي واحيانا ممكن ما بترجعش بنسبه 100% حتى بعد التدخل علشان كده يعني لما بنتكلم عنقيه وظهريه زائد ضغط شديد على الحبل الشوكي لازم لازم يشيل الضغط ده من على الحبل الشوكي ما فيش هزار مع ما فيش هزار نرجع تاني للعلامات الحمراء آه. انت راجل حد قاعد في بيته وحد بيقول له ان في ضغط على الحبل الشوكي وفي بدايات ضعف يعرف على طول ان في تدخل لازم تدخل جراحي يشيل الضغط من على الحبل الشوكي مم. بلاش ارجوكم ان احنا ندور في لما يبقى في حاله ضعف ندور على اساليب ثانيه وبالذات ان التدخل الجراحي بالميكروسكوب او التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب دلوقتي بيتعمل بالاجهزه اللي قلنا عليها اجهزه الاشعه في غرفه العمليات جهاز مراقبه الاعصاب والحاله بتخرج تاني يوم وبترجع لحياتها الطبيعيه وبقى يكرر يعني الفيديو هو بيعرضه هنا تاني شايف بندخل من فتحه صغيره بندخل احنا حافظنا على كل التكوينات حافظنا على عظام العمود الفقري ده جهاز الحفار او الدريل شلنا بس الزايده العظميه علشان نوصل للغضروف وبعد ما وصلنا للغضروف الدنيا بتبقى واضحه فبنحافظ على العصب لو في صوره تانية بنباعد العصب نحافظ عليه تماما لان بنشوفه مكبر وواضح تماما ونقدر نستاصل الغضروف نتائج هذه التدخلات بالذات في المراحل المبكره وبالذات في الحبل الشوكي نتائج ممتازه لما بتتعمل في مراحل مبكره وبالتقنيات الحديثه شايفين طيب ابعاد الابعاد اهو بنشيل الغضروف واحنا مبعدين ومراقبين وطبعا ده كله مونيتورنج يعني طيب فريق آه غرفه في العمليات العصر. المجهز غرفه كل جزء فيها له قيمه كبيره جدا زي ما احنا شايفين. هنا بقى الصوره هنا مهمه جدا في غرفه العمليات اللي باينه عندنا في الصوره. مم. بالاضافه للميكروسكوب اللي بيتم استخدامه هو جهاز النيورو او الملاح الجراحي. يعني أيوة. ايه بس ملاح جراحي عشان الكلمه دي بتتقال كتير او جراحه ملاحيه؟ يعني هي زي ما السواق ماشي بيبقى معاه جوجل ماب علشان يعرف منه الطريق. فاحنا عندنا واحنا شغالين جهاز اشعه بيوضح لنا احنا في اي نقطه في جسم الانسان. وفي درجات لجهاز الملاح الجراحي. في جهاز الملاح الجراحي البدائي وهو كويس اسمه الفلوروسكوبي اللي بيبقى موجود في اوضه العمليات، ده بيورينا ثنائي الابعاد، في منه حاجات متقدمه أكتر بتوري ثلاثي الابعاد، بتوري المستوى اللي انت شغال فيه، بتوريك الدعامه انت حاططها فين، بتوريك الدعامه واصله لفين وده لازم يبقى موجود. في الاقوى منه. اللي هو جهاز النيورونيفيجيشن اللي هو بيستخدم يورينا بقى بالظبط جميع الابعاد وداخل الى انهي مستوى وفي اي مستوى انت داخل وصلت لحد فين في الحاجه الهايلي ادفانسد قوي اللي هو يبقى عملوا دمك ما بين جهاز الملاح الجراحي وجهاز اشعه في غرفه العمليات علشان دايما جسم الانسان سواء في المخ بالذات في المخ بعد ما بيتم في الاجراء الجراحي شكله بيتغير شويه مليمترات عن اللي موجود في الاشعه مم. فهذا التغير بنسميه شفت في نومنا دي حاجه علميه فعلشان نتاكد ان ال 3 مللي حتى ال 4 مللي دول ما فرقوش في بيبقى فيه جهاز اشعه ثاني علشان يرجعنا لدقه اكتر لكن بداية من جهاز الفلوروسكوب اللي موجود في اوضه العمليات اللي هو الجهاز البيزك بتاع الملاح الجراحي ده لازم يبقى موجود، إذا التانيين موجودين خير لكن لازم على الأقل البدا... الأول يبقى موجود. مم. اللي احنا شايفينه ده احدى مقالاتك او احدى الابحاث المنشوره اه ده, ده ده كان بحث عن التدخل في الفقرات القطنيه وده يعني في بعض الحالات بنحتاج في الفقرات القطنيه ان احنا نحط قفص كربوني م. في حالات معينه والبعض الناس وبعض انواع الغضاريف في المرتجعة بعد ما بيتم ازاله الغضروف المرتجع بنحط قفص كربوني ودعامات في في ابحاث حديثه ان احنا كمان ممكن نحط القفص الكربوني من غير دعامات ده يمكن بحث تاني ده على الفقرات العنقية على التدخل في الفقرات العنقية هي الفقرات العنقية دايما لها أهمية خاصة زي ما أنا قلت في الحلقة وهفضل أقول علشان الحبل الشوكي <applause> نورت وشرفت شوفنا. وأبدعت كالعادة ربنا يخليك يا دكتور ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جرحات المخ والأعصاب اللي أمتعنا النهاردة بحوار علمي راق جدا موسوعي في كل النقاط المهمة على المستوى للمرضى طلبة الطب لازم يستفيدوا دكاتره متخصصين في جراحات المخ والاعصاب الجونيورز هيستفيدوا جدا حتى الزملاء هيراجعوا معلومات مهمه جدا محدش النهارده هيخرج من غير استفاده من لقاء الطيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور ايهاب محمد عيسى استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعه القاهره عضو كونجرس الامريكي لجراحه المخ والاعصاب جامعه كورنيل بالولايات المتحده الامريكيه وجامعه كولومبيا وجامعه اريزونا وجامعه هلسنكي الفنلنديه وصاحب تكريم من جامعه القاهره على البحث العلمي الدولي في جراحات المخ والاعصاب لعامي 2010 و15 و17 نورت يا فندم الدكتور شرف لي يا دكتور ايمن خليكوا دايما مع دكتور في الوثائق التاريخية أول حديث عن المياه البيضاء وعلاجها كان في روما سنة 29 ميلادية، بعدها اكتشفت أدلة أثرية تشير إلى إجراء جراحة للعين في الحقبة الرومانية، ونسب للطبيب الهندي سوسروثا وصف لعملية المياه البيضاء سنة 200 ميلادية، أما في التراث العربي فقد كتب عالم البصريات عمار بن علي عن كيفية استخلاص المياه البيضاء خلال قيامه بتجربتها على احد المرضى. في الوقت الحالي المياه البيضاء مسؤولة عن اكثر من نصف حالات فقدان البصر في الشرق الاوسط و 51% من حالات فقدان البصر في العالم بيسببها مرض المياه البيضاء المرتبط بتقدم العمر. اهلا بكم مرض متدرج مرض بنسميه انسيدياس سنه في سنه ياثر على البصر ولانه بيجي مع السن فطبعا مع السن احتياجات الانسان ورغباته في انه يكون في افضل حال بتقل شويه خصوصا مع الناس اللي بتشقى في الحياه الميه البيضه يا جماعه انا بسميه من الامراض مظلومة مظلومة جدا جدا لأنه ساعات القرار في اللي فيها بيكون متأخر وبيكون أحيانا بعد معاناة فعلا من المريض لكن لو شفنا مثلا المشاكل البصرية لمريض الماء البيضاء وهو بيسوق لأنه قلت لكم المسألة تدريجية كنت مرهق يروح يكشف يقول له ميه بيضاء وعمليه برضه بيتردد طب اجوز البنت لما ارجع من المصيف لما خلص القسط لما اعمل يا جماعه الميه البيضاء من الامراض المهمه والشائعه جدا والتعامل معها لازم يكون بدقه شديده جدا بس المياه البيضه واحده من امراض العيون والنهارده احنا بنرسي فكره مهمه جدا في امراض العيون وهي العمل الجماعي عمل الفريق المياه البيضه وهي بتدرس كويس في اي منظومه علميه بيرفكت لازم تدرس معاها كمان شكل القرنيه عامل ازاي في مشاكل في القرنيه ولا لا لازم نشوف الشبكيه اخبارها ايه مع الميه البيضاء هل في ميه بيضاء ومشاكل في الشبكيه وخصوصا احنا برضو في 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 حوارنا على مع الميه البيضاء لازم نجيب سيره مريض السكر طب السكر على طول مول سكر تقول لي شبكيه يبقى لازم من المكان اللي انا هدرس فيه او هكشف فيه في الميه البيضاء لازم يبقى فيه متخصصين في الميه البيضاء ومتخصصين في الشبكيه عشان يطمنوني على كل مراحل العين او كل محطات رؤيه العين ضيفي العزيز واحد من الاسماء القديره ومن الاسماء العلميه المتميزه في عالم العيون النهارده سعيد جدا بوجود ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور عمرو الشافعي استشاري جراحات المياه البيضاء والقرنيه والليزك وتجميل العيون، صاحب دكتوراه طب وجراحات العيون واستشاري جراحات العيون بمستشفيات بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك الاسم العريق اهلا بيك يا دكتور عمرو سعيد, سعيد الله جدا سعيد سعيد الله بهذه الله يكرمك عايز ابدا الماية البيضه بشرحها للناس ما معنى الميه البيضه هو كلمه ميه بيضه دي مسمى قديم جدا ناتج من تسميه يونانيه او اغريقيه ان وجود ميه او امطار قدام العين بتعمل شبوره فده الاحساس اللي الناس كانت بتحسه زمان ان الميه بتبقى في شبوره قدامي او زي غشاوه فاطلق عليها لقب الميه البيضاء او اسم الميه البيضة لكن هي علميا هي عباره عن احنا عندنا الجهاز الرؤي عباره عن العين عباره عن مناطق او اجزاء شفافه زي القرنيه وبعدين العدسه اللي بيجمعوا الضوء على الشبكيه العدسة دي عبارة عن جزء بلوري شفاف جدا لو الشفافية بتاعته قلت بقى فيه عتمات بيتحول ده او تشخيصه لما احنا بنفحصه بالاجهزه بتاعتنا نلاقيه فيه شح... سحابات فدي اسمها ميه بيضة مهم. معناها ان كميه الضوء اللي داخله العين مش داخله بالكميه الكافيه مهم. الاسباب ايه واللي هي ايجين <applause> كونديشن في الاحوال كلها مينلي يعني هو اساسا هي ايجينج مم. عمليه ده تقدم عمر عمليه تقدم عمر زي الشعر الابيض بنسميها ميه بيضة زي ما الشعر بيبيض العين بيحصل فيها شويه عتمات في السحابه في العدسه بتعمل ميه بيضة مم. في اسباب ثانيه كتير طبعا زي مثلا مريض السكر المرضى السكر وخصوصا السكر مش مظبوط يعني السكر مظبوط الى حد ما بيبقى طبيعي لكن اللي مهمل في تظبيط السكر الميه البيضه بتجيله بدري شويه الناس اللي عندها مشاكل في المناعه وبتاخد ادويه زي الكورتيزونات يجيله ميه بيضه الناس اللي عنده حساسيه وبياخد قطرات فيها كورتيزونات يجيله ميه بيضه اللي لا قدر الله مثلا عنده مرض في حاجات كانسر او كده وخد امراض ادويه كيماويه احتمال الميه البيضه اكتر اللي عنده مشاكل في الغده نقص كالسيوم زياده كالسيوم نقص هرمونات الغده الدرقيه الثيروكسين بيجي له ميه بيضه بدري شويه فالناس اللي سمعت الحاجات دي كلها لازم يهتم بالفحص الدوري اكتر من الانسان السليم اللي ما عندوش حاجه مهم. لان احتماليه الميه البيضه اعلى في الناس دي عايزين بقى نبحر شويه في موضوع الاعراض يعني نحكي حكاوي الناس في اعراض تشير الى انها موجوده دلوقتي في الميه البيضه تمام هي الميه البيضه مشكله بصريه في الاساس فالاعراض كلها بتعتمد على النظر فلما انا مثلا دلوقتي مثلا بقى لي 10 سنين مقاس نظارتي ما اتغيرش وفجاه كل ست شهور اروح اغير النظارة يبقى معنى كده ان انا عندي مشكله يبقى دي بدايات ميه بيضاء النظارة مقاسها بقى بيتغير بطريقه كتير حسيت ان انا بالليل مثلا في هالات حوالين الضوء الضوء ما عادش صافي الصوره مش شرب الالوان بدات تبقى باهته شويه بدا يبقى في بعض الازدواج في الرؤيه آه شريط الاخبار وانا مثلا بتفرج على التلفزيون ما بقاش واضح زي الاول كل دي علامات بتقول لي ان انا بدا عندي مشكله في الرؤيه فساعتها لازم الجا للفحص علشان اشوف ايه سبب المشكله اللي هو غالبا الاعراض دي بتبقى موجوده مع المياه البيضاء <applause> العمليه التدريجيه بتزيد بالتدريج بتزيد بالتدريج طبعا ودي مشكله ان البني ادم بيحس ان ما بيحسش بيها قوي، يعني لما بيحصل مشكله فجائيه المريض بيلجا للدكتور، لكن انا مثلا كل مثلا شهرين ثلاثه بقل 5%، بقل 10%، فبيحس ان ما فيش مشكله، بيبتدي يكيف حياته على الوضع ده، واحنا المصريين صبورين شويه في حته الصحه، يعني عندي مشكله بسيطه ادوس على نفسي شويه، مشكله بسيطه ادوس على نفسي شويه، ما بلجاش للطبيب غير لما يكون عندي مشكله كبيره، ودي من ضمن مشاكل المياه البيضاء، ان الناس بتجي متاخره شويه. طب كب... لما تتاخر ايه اللي يحصل؟ يعني ايه مضاعفات ان انا والله متنجد. الميه البيضاء طبعا في مراحل في المراحل الاولانيه ما فيش مشكله قوي لكن لو اتاخرت أوي طبعا بتعمل مشاكل على العين اهمها واخطرها طبعا ان ضغط العين بيعلى فبتتحول لميه زرقاء وده طبعا بيأثر على الرؤية قد قد يؤثر تأثير غير انعكاسي ان العصب البصري لو اتأثر نتيجة ضغط العين عالي دي خلايا العصب البصري بتموت وده ما بيرجعش تاني <applause> ودي مرحلة خطيرة جدا من مراحل المياه البيضاء ولازم طبعا ما نوصلش ليها ابدا بأي حال من الأحوال. أنا عايز بقى المريض دلوقتي بيفكر شاكك انه خلاص في أعراض من اللي احنا قلناها هيخطي <applause> خطوة نحو منظومة بتعتمد على العمل الجماعي. أيه؟ قول لي بقى بتعملوا معاه ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي جبت لك مثلا خالي عنده شاكك فيه داخلين من بيرفكت فيجن في اكتر من تخصص او اكتر من ستيب همر عليها مظبوط ايه بقى التشخيص فيها بيتم هو طبعا اي مريض بيخش بيتعمل له حاجه اسمها تحضير الاول التحضير ده بنقيس له ضغط العين ونقيس له نظر ونعمل له مقاسات نظاره بعد كده بيخش على مرحله الفحص بتاعه الاستشاري ان احنا بنبص على العين كلها قرنيه شبكيه عدسه عصب البصري الجفون الدموع كل الحاجات دي بنشوفها <applause> لقينا ميه بيضه تمام بنشوف شويه اعتبارات كده هل الميه البيضه دي مؤثره على النظر ولا لا لو مش مؤثره على النظر والراجل ده حياته ماشيه بنتابعه لكن لو مؤثره على النظر يبقى ده القرار ان لازم تتعمل العمليه خلاص انا عندي ميه بيضه مؤثره على النظر مؤثره على حياتي معرضه حياتي للخطر او بتعيق مهنتي واحد مثلا بيسوق ما ينفعش يبقى عنده ميه بيضاء ويسيبها. واحد بيشتغل شغلانه دقيقه جراح، رسام، مهندس ديكور، كل الناس دي لو عنده ميه بيضة مهنته بتتاثر. فبالتالي اداؤه بيقل وسوق العمل بتاعه بيبقى فيه مشكله. ظابط شرطه. ظابط شرطه طبعا، واحد آه. بيضرب نار، واحد بيتعرض لمشاكل خطيره، ما ينفعش يبقى عنده ميه بيضاء وي ويسيبها. طيب خلاص احنا خدنا قرار ان الراجل ده محتاج عمليه ميه بيضاء. بتبدا بقى منظومه التحضير للعمليه. اللي احنا بنعمل حاجه اسمها مقاس عدسه بنقعد بقى ندرس معاه انواع العدسات المناسبه بالنسبه له على حسب احتياجاته بنفحص قاع العين هل مثلا عنده سكر عنده ضغط عنده اي مشاكل متاثره بقاع العين نبتدي نشوف استشاري الشبكية مثلا محتاج يعمل اي تحضيرات قبل العمليه شبكيه سليمه وضغط العين سليم الحاله العامه للجسم عنده سيوله عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل في الضغط عنده مشاكل في اي حاجه في استشاري بطنه بيظبط الدنيا خلاص احنا جاهزين بنبتدي ناخد الخطوات بقى ان احنا نحدد ميعاد العمليه وطبعا هنا بقى بيبقى في جزء فني اللي هو الحديث قوي والجديد جدا في مجال العيون نوع العدسه اللي هتتزرع <applause> انا هزرع لك ايه يعني ما دلوقتي خلاص احنا زمان شويه كانت عدسه واحده وخلاص بتركب للناس كلها <applause> دلوقتي لا في واحد مثلا عنده اه اوبسيشن او وسواس ما بيحبش يلبس نظاره خالص <applause> طيب خلاص ده كان زمان مضطر يلبس نظارة قراية ونظبط له النظر على العدسة أو حديث البقرة لا دلوقتي بقى في عدسات تقدر تشوف البعيد وتقدر تشوف القريب طب واحد عنده أستجماتيزم في عدسات بتصلح الأستجماتيزم في واحد مثلا بيسوق كتير بس مش عايز يقرأ او مش عايز يلبس نظاره قرايه في عدسات اسمها ايدوف او الاكستند ديبس اوف فوكس تقدر تشوف بعيد كويس جدا واقدر اشوف عداد العربيه واقدر اشوف اللابتوب واقدر اشوف الموبايل بدون مشكله أيوة. آه واحده ست مثلا عايزه تعمل شغل البيت بتاعها من غير ما تلبس نظاره عايزه تذاكر لاولادها وهي بتعمل شغل البيت وهي شايفه التلفزيون من غير ما تلبس نظاره برضو ده بقى متاح دلوقتي فانواع العدسات بالنسبه لنا بقت حاجه يعني تكنولوجيا عاليه جدا جدا وبقت فيها انواع كتير وطبعا معظم العدسات الموجوده امريكي وبجوده عاليه جدا بنقدر نصلح 99% من مشاكل العين بحيث ان العين يتخلص من النضاره تماما وشوف رؤيه طبعا ما, بي ما بتقدرش تشوف يعني العيان العيان ما بيقدرش يدرك قيمه الميه البيضاء واهميتها انه يشيلها غير بعد ما بيعمل عمليه أوه. يعني العيان فعلا بيقول انا انا عمري ما شفت الاولام بالطريقه دي انا يعني انا في عيانه ما انساهاش ابدا كان عندها استجماتيزم عالي وكانت زرعنا لها عدسه توريك وقالت لي كده قالت لي بلفظ انا من ساعه ما اتولدت ما شفتش الرؤيه دي في حياتي يعني أنها صلحنا لها صلحنا الاستجماتيزم صلحنا لها قصر النظر شايف ست سته بدون نظاره فدي نقله نوعيه كبيره جدا في حياه العيان فعلا يعني ها على العمليه نشرح العمليه سنه سنه تمام آه. عمليه الميه البيضاء دلوقتي بقت عمليه سهله جدا تمام بتتعمل بجهاز احنا طبعا اصطلاحيا بنقول عليه الليزر هو مش ليزر هو حاجه اسمها فيكو ايمالسيفيكيشن هو جهاز بيفتح فتح بنفتح فتح حوالي 2 ميلي في العين الفتحه دي في القرنيه بدون غرز خالص ببنج موضعي العيان طبعا ما بياخدش ازيد من 10 دقائق من ساعه ما بيخش اوضه العمليات لحد ما بيطلع بنفتح فتحه صغيره جدا بنخش نشيل العدسه او الماده اللي جوه العدسه ندوبها ونسحبها ونحقن العدسه الجديده زي ما بين عندنا في الفيديو كده دي الفتحه اللي احنا بنفتحها وبعد كده بنحط ماده وبنعمل نشيل الجزء الامامي من عدسه العين الطبيعيه ونشفط الميه اللي مصابه دي ومكان الشفط ده في العدسه الطبيعيه زي ما هي ما بنشيلهاش ولا حاجه بنزرع العدسه الجديده بمقاس بيتعمل برده بطريقه معينه دقيقه جدا بالكمبيوتر بحيث ان احنا نطلع العيان ستة ستة مش مفيش عنده اي مشكله يعني حتى لو عنده مثلا قصر طول استجماتيزم بيتضاف على العدسه اللي بتتزرع بحيث ان احنا نزرع له عدسه ما بيحتاجش بعدها نضاره غالبا يعني <applause> وتم الامور كلها تتحسن خلاص اه طبعا ما هي خلاص الميه اتشالت زي ما احنا شايفين كده العدسه بقت الفراغ بتاعها فاضي بنحط العدسه الجديده اللي بتتحط جوه العدسه القديمه في المحفظه بتاعتها ده طبعا العدسه اللي بتتزرع عدسه لينه من فتحه 2 مللي والعيان تاني يوم الصبح بيبقى شايف زي الفل ان شاء الله وفي نفس ما هو في نفس بعد العمليه بيخرج من اوضه العمليه اه في طبعا فايق وصاحي وبيتكلم معانا اثناء العمليه بدون اي الم اطلاقا وطبعا يعني احنا بس من باب الحرص شويه بنقول له غطي عينك اليوم دوت وتاني يوم الصبح بيشيل الغيار في ناس بتبقى جريئه ويقول له تاني يوم يقول له يطلع خلاص مفتح ما تحطش غير اه والله في ناس تعمل كده <applause> السؤال بقى المهم يعني احنا عملنا الـ الـ العين احنا بنعمل عين وبعدين نستنى نعمل عين بعديها مش كده مظبوط في دايما يعني سؤال حول تقدم في عالم العدسات أيوة. ده جزء مهم في الحلقة النهاردة تمام. وصلتوا انت شرحت لنا كده قلت لنا العدسات كلها طورتوا لغاية فين دلوقتي في العدسات والله العدسات فيها تطور حقيقة مبهر يعني آه. يعني صراحة الناس بقت يعني تكنولوجيا العدسات بقت مبهرة بطريقة يعني احنا نفسنا ما كناش متخيلين احنا ممكن نوصل لكده ان انت يعني احلام سيادتك اوامر زي ما بيقول آه. عايز اقلع النضاره بتاعه المشي حاضر عايز اقلع نضارة المشي والقرايه حاضر عايز اصلح المشي والقرايه والاستجماتيزم اوكي آه يعني كل ال... الاحتمالات متاحه بالنسبه للعدسات اللي بتتزرع وكلها وكل وكل العدسات وكلها موجوده في مصر كل العدسات موجوده في مصر عدسات امريكي بجوده عاليه جدا جدا ونتائجها الحقيقه لحد دلوقتي ممتازه جدا مم. الحمد لله يعني دايما بيسالوني مرضى الميه البيضه يقول لي أه أه سمعت او حد قال لي ان ممكن ترجع الميه البيضه تاني ده معتقد اه ده آه. سؤال شائع جدا مم. لا طبعا هو هو ده يعني مسمى خاطئ بس هي الميه عمرها ما بترجع تاني بس احنا زي ما حضرتك شفت الفيديو في العدسه بتتزرع على المحفظه بتاعه العدسه القديمه فساعات بيحصل شويه ترصيبات على العدسه بتدي اعراض شبه اعراض الميه البيضه فاحنا بنقعد العيان على جهاز كده اسمه ياج ليزر الجهاز ده بياخد بالظبط دقيقتين اتنين بيلمع العدسه ودي بتتعمل مره واحده بس في العمر اه وبيرجع بقى شايف كلير فيجن تماما بدون اي مشاكل خالص ده مفيش في دقيقتين وانت فايت كده هتعمل التلبيه بدون بنج ولا, ولا أي مره واحدة, واحده في العمر مره واحده في العمر ما بتتكررش تاني ابدا اه ما بتحسش باي مشكله خالص و... لا لا آه. العيان في ساعتها بيقول لك انا الدنيا فرقت معايا في ساعتها بقى هنا يعني حتى مش بنستنى لتاني يوم لا وانس ان هو بس شلنا السحابه دي بالليزر خلاص الدنيا بقت صافيه لان الضوء داخل على طول على الشبكيه بدون اي عوائق <applause> هل في حاجات معينه ممنوع منها المريض اللي في تعليمات معينه بيمشي عليها؟ والله بص هو طبعا في الاخر دي جراحه تمام فاحنا في الجراحات كلها بنحب نبقى اكثر حرصا على العم على المريض بال, بال يعني بالبلدي كده يعني ايه ال 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 الوقايه خير من العلاج مم. لما انا ابقى عامل عمليه وعمليه كبيره ومهمه صح فتحه 2 مللي لازم طبعا ما تعرضش الحراره جامده، ضوء، روائح نفاذه، اي مواد مثلا يعني كحوليات حاجات فيها روائح نفاذه، بويات، كيماويات، حاجات تبقى مثيره للملتحم او العين، اول اسبوع بس. دخان شديد مثلا، حد بيدخن جامد، كثافه دخان، حاجه بيشتغل في اي حاجه فيها كيماويات، زيوت، الكلام ده كله، اول اسبوع بس. وطبعا برضو الحته دي متوارثه من ايام العمليه الجراحيه يقول لك ما تسجدش وما توطيش احنا بناخدها بس اسبوع كحرص لكن عيان لو سجد او وطى في العمليه الجديده اللي هي بالليزر من غير ورز ما فيش اي مشكله خالص بس احنا بس من باب الحرص الزياده مش اكتر يعني مين المريض اللي او الانسان اللي معرض اكتر للميه غير مرضى السكر ولا هم مرضى السكر اكتر ناس مرضى السكر اكتر ناس ومرضى الغده الدرقيه اللي عنده مشاكل في الغده الدرقيه او الجارة الدرقيه اللي عنده كالسيوم او المريض اللي بياخد علاج كيماوي أو المريض اللي بياخد كورتيزونات نتيجة حاجة تانية زي مثلا أمراض الكلى، أمراض الكبد، الحاجات اللي فيها مناعة زي الروماتويد والحاجات دي، كل الناس دي بتاخد أدوية كورتيزون وأدوية مثبطة للمناعة وده بتأثر شوية على 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 حالة العدسة وبتسبب مية بيضة أوكي، هسألك سؤال ما يعني أنا عارف إن هو سؤال ساذج وسؤال عبيط لا تحت بس لازم أسألهولك يعني. اتفضل يا باشا. سؤال عبيط والله. مم. ليه بس؟ هقول <applause> أنا نعرف السؤال الأول طيب هل <applause> ممكن علاج المية بقطرة؟ <applause> <applause> والله هو الموروث بتاعنا سؤال عبيط للاسف طبعا للاسف ده ده كده احنا دخلنا في مرحله النصب بقى في ناس عملت الحاجه طبعا الكلام فارغ طبعا نصب طبعا لا طبعا نصب مش لا أطول. يمكن علاج المال مستحيل مفيش قطره لعلاج المال بيطبع. حتى الان لا طبعا يعني اصل احنا ما بنتكلمش احنا احنا لما بناخد يعني بس بامانه في 2022 في حد ممكن يدخل يسالك السؤال ده في العياده؟ كتير يا لهوي احنا لحد دلوقتي في ناس بتروح تعمل عمره مخصوص عشان تجيب ازازه القطره اللي مكتوب عليها بالروسي اللي ما عارف اصلا ايه دي اللي بيقول لك ان بتعالج الميه لا لا ما اعرفهاش بجد آه آه. في حاجه كده؟ في قطره كانت اسمها كاتالين كده قطره يعني ده اسم طبعا هي مش منتج مصري يعني هو منتج روسي غالبا ازازه قطره كده وفيها برشام بيتدوب فيها ودي بتشيل الميه البيضاء والناس تروح تجيبها من السعوديه وهي طبعا ولا ليها اي تاثير وبيجي لي العيان طبعا الميه البيضاء متاخره وقاعد طبعا قاعد يحط في ازازه قطره وكل ما واحد يعمل عمره يجيب له كمان ازازه وللاسف طبعا ما فيش الكلام ده ده نصب ده, ده للاسف أوه للاسف أوه ده ده خرافات احنا ده يعني احنا عندنا ده يعني ميل لتصديق الحاجه البعيد عن الجراحه اي حاجه بعيد عن الجراحه ابعد عنها <applause> من اسباب اهتمامي بالاعلام ودخولي سلك من الاسباب يعني ان مره من من 16 سنه 17 سنه بفتح تلفزيون لقيت واحد نصاب في الوقت ده بيتكلم على انه اخترع قطره ما كانش دكتور اساسا وكان حد مستضيفه في, في 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 احدى القنوات والله العظيم بكلمك جد للاسف كده انت مش مش هتفتكر ده الكلام ده في 2003 لا انا ما مرش عليا الموضوع ده اصلا بس انا انا بسمع ان في ناس بتعمل قطرات وقطرات من حاجات كتيره بقى يعني مواد غريبه بس طبعا احنا يعني العلم معروف آه. انت عندك ماده جربها على عدد كبير من الحالات اعمل احصائياتك نتائجك انشرها اشو، اشو، في المجلات العلمية المحترمة الناس تقراها وتقول انت كلامك كلام علمي محترم هتلاقي مليون شركة تنتج لك القطر اه طبعا لكن يعني... آ... <applause> بس مفيش قطر لا لا مفيش كلام خاص خاص لا 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 اسئلة سريعة ناخد سؤال سريع الاول المية البيضة لها درجات وانواع اكيد آه اكيد آه. طبعا اه, آه. أكيد طبعًا مش مش مطلوب من الناس تعرف قوي درجاتها وأنواعها لا مش مطلوب تعرف درجاتها وأنواعها بس إحنا بنستخدم درجاتها وأنواعها دي في قرار العملية <applause> على حسب وظيفة المريض يعني ست البيت اللي قاعدة في البيت ما بتحتاجش أو ست كبيرة اللي عندها 70 سنة ممكن نستنى شوية على العملية <applause> لكن اللي لسه في الأكتف لايف ولسه بيخرج ولسه بيسوق لازم أول ما يبتدي عنده مية لازم يعملها على طول السؤال السريع الثاني آه نسبة نجاح عمليات البيضاء في مرضى السكر أقل أو ضعيفة ده معتقد عند كثير من الناس لا لا لا, لا. <applause> ده بتعتمد على التحضير يا دكتور عين. أها اذا انت حردت المريض صح أها. فحصت قاع العين لقيت الشبكة سليمه عملت العملية الاتش باكية فيها مشكلة عالجتها الأول وبعدين عملت عملية المياه البيضاء نتيجة ممتازة زي الفل زيه زي وزي اللي ما عندوش سكر أصلاً. هو على فكرة كثير من مرضى السكر عندهم معتقد معين إنه أي حاجة متعلقة بيهم نسبة الضعف فيه أو مشاكلهم هتبقى زيادة. هو ده معتقد حقيقي مش مش خاطئ آه بس, بس طبعاً يعني بيعتمد على التحضير. مهم. لو اتحضر صح لا مفيش مشكلة. مهم. السؤال السريع الثالث. هل المياه البيضاء مرض وراثي؟ مش يعني مش مثبت حتى الان اذا كان مرض وراثي ولا لا يعني ما عندناش معلومه اكيده في الموضوع ده لكن هو مرض منتشر جدا وفي طبعا جزء منه بيجي للاطفال في مرض وده من ضمن الحاجات المهمه ان احنا لازم الطفل بعد ما يتولد لازم يتفحص كويس جدا عند دكتور عيون علشان في بعض الاولاد بتتولد بميه بيضه هنا ده مش مرض وراثي بيبقى مرض ناتج عن مثلا امراض معديه زي سايتوميغالوفيروس فيروس او زي الحمى الالماني او زي الحصبه الالماني او زي مثلا ادويه خدتها الام اثناء الحمل بتسبب ميه بيضة او مثلا مرض القطط او توكسوبلازموزس بتسبب ميه بيضاء للطفل بعد الولاده على طول فده لازم يتفحص كويس جدا علشان التوقيت بتاع العلاج هنا مهم جدا ابدعت ونورت واثبت لنا كعادتك فكره مهمه جدا اريد أن أنقلها لسيادتكم. أمراض العيون وطب جراحات العيون الـ الـ الأداء العلمي الأمثل فيه أن يكون أداء جماعي. وإحنا بنتكلم على مريض المياه البيضاء جاسيرة سيرة السكر. جاء سيرة المياه الزرقاء. جاء سيرة الشبكية. مررنا أكيد على القرنية، ما إحنا دخلنا العملية من خلال حكي. القرنية. عشان كده لازم يكون في فريق عمل متكامل. فحصي ودراسي ومتخصص في التشامبرز او في اجزاء العين عشان يبقى كلنا آآ آآ في عمليه الميه البيضاء تحت مظله الامان التام. ضيفي العزيز القيمة العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عمرو الشافعي استشاري جراحات الميه البيضاء والقرنيه والليزك وتجميل العيون صاحب دكتوراه طب وجراحات العيون استشاري جراحات العيون بمستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك نورت وابدعت. جدا ربنا يخليك. خليكم دايما. مع الدكتور حسب منظمة الصحة العالمية زادت معدلات السمنة في العالم بأكثر من الضعف في خلال الأربعين سنة الأخيرة سنة 2014 تم رصد أكثر من 2 مليار بالغ من سن 18 سنة فأكثر يعاني من زيادة في الوزن وأكثر من 600 مليون شخص مصابين بالسمنة المفرطة أكثر من 40 مليون طفل تحت سن خمس سنوات زائد الوزن أو مصاب بسمنة مفرطة وإذا كان تغيير نمط الحياة في العالم كله في السنين الأخيرة مسؤول عن تضاعف معدلات الإصابة بالسمنة فالاجتهاد الذاتي لمعالجة المشكلة دايماً غير مجدي وفي المقابل جراحات السمنة تطورت وتنوعت عبر الخمسين سنة الماضية وشهدت قفزة كبيرة علمية وعملية بزيادة معدلات اللجوء لإجراء إحدى جراحات السمنة وطبعاً من المتوقع زيادة كبيرة في السنوات القادمة في العدد وفي التطور مع زيادة معدلات السمنة وزيادة الأمراض الناتجة عن السمنة أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم مهم عالم جراحات السمنة مع قيمة علمية كبيرة في هذا العالم لكن خلينا أقول لكم إحنا يعني محتاجين نعيد النظر في جعل كيفية جعل الأباء والأمهات صالحين أن يكونوا أباء وأمهات كلمة قاسية لكن واقعية هسألك أو هسألك أنت فعلاً تنفع تكون أب؟ بكلم جد تنفعي تكوني أم؟ هل أنت فاهم أساساً المسألة دي مسألة سهلة يعني مجرد ما أنت خلفت بيت أب؟ او انت خلفتي وبتغيري لاولادك وبتجيب لهم لبس و الى اخره لا فيه حاجات كثيره جدا جدا كثيره قوي من ناحيه التربيه طبعا ومن ناحيه السلوك ومن ناحيه التقويم النفسي و انت مسؤول كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المسؤوليه من ضمنها مسؤوليه الاكل التغذيه اللي احنا شفناه ده نموذج لكده ان انت ممكن تكون لا مبالي وفي ولاد جالهم ضغط في سن صغير جدا كتير حاجات كنا بنشوفها قليله يعني احنا زمان كنا بنعلم تلاميذنا نقول لهم ايه قيس إيه الضغط 3% من الاطفال عندهم ضغط انا بقول ان الكلام ده اختلف تماما مش 3% مش 3% من الاطفال خالص الورق اختلف مش كام في الميه من الاطفال عندهم سكر الكلام اضرب في اتنين او في ثلاثة على الاقل بسبب ان حضرتك مش اب جيد لاولادك بكلم جد جدا الموضوع خطير ان انت بتاخد اولادك ففسحتهم بالنسبه لك مش تلعبهم رياضه ده في ابهات ما عندهمش مبدا مش فكره الرياضه دي يلعب لو عايز يلعبوا يروح يلعب في الشارع او في اي كومباوند اذا كنت قاعد يشوف المكان بتاع الكوره مفيش حاجه اسمها ان انا اخده من ايده في تدريباته من ضمن وظايفي ان انا احرص على ان الواد يبذل اقصى جهد موجود ولو زاد وزنه كيلو ابدا اكلمه في الموضوع ده اقول له انت زاد وزنك ليه وافهمه والا او اذا كان فعلا بقى خلاص حصل له ميتابوليك ديس اوردر ودخل في سمنه مفرطه اكون عندي الشجاعه ان انا اتخذ القرار ان انا ممكن اعمل له عمليه لو في السن المناسب وبالشروط المناسبه اللي أفهمها النهارده الابوه والامومه مش مجرد كلمه دي مسؤوليه هنفهم النهارده ايه سرها او جزء كبير من المحيط بيها ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة اللي بيبدع في حواره دائما وبيمتعنا الحقيقة بأسلوب علمي راقي جدا وفي نفس الوقت يصل الى القلوب وبنسمع كل تفاصيل وقصص وحكايات جراحه السمنه ومحيطها من كواليس بنقول عليها دائما حلقه عن الاسرار والكواليس لهذا العالم المثير عالم جراحه السمنه ميجا هذا العالم والاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه طب جامعه عين شمس المدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي اهلا بك أهلا, اهلا وسهلا اهلا وسهلا عايز ابدا بسؤال سمنه الاطفال امتى نقول على طفل انه بيعاني من سمنه مفرطه؟ في البدايه اسمح لي ان انا احيي حضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل الحياه طبعا ان اولادنا غاليين علينا جدا وكمجتمع يمكن عربي او مصري خصوصا الاطفال عندنا ليهم قيمه كبيره جدا ومخاف عليهم قوي وطبعا احنا بنبتدي نعرف يعني ان يعني السمنه المفرطه في الاطفال بتبقى يعني مختلفه شويه عن سن الناس الكبيره اكتر في السن واحنا في المجتمع المصري ما بنمشيش على الجايد لاينز اللي هي فوق الـ الـ يعني الكتله اللي هي فوق ال نقول عليه سمنة مفرطه بل بالعكس ده احنا بنبقى عايزين يزيد عن كده كمان عشان نقول ان ده محتاج لانقاص وزن بصوره فعاله قد تكون اجراء لعمليه تكميم المعده او تحويل المسار في بعض الاوزان اللي هي الضخمه اللي ممكن يكون معاها سكر او ممكن يكون معاها حاجه بقى من الميتابوليك سندروم التي قد تحتاج الى تحويل مسار فببساطه الطفل اللي هو كاسر وزن 100 كيلو يعتبر عنده سن مفرطه محتاج لحاجه لانقاص الوزن منها العمليات اللي التي تجرى بالمنظار زي تكميم المعده في معظم الناس او الاطفال او تحويل المسار في بعض الاوزان او في بعض الحالات الصحيه في سن الاطفال. الحقيقه طبعا احنا برضو بنزود شويه وبنقول انه مش بس الوزن يكون كسر المية ده احنا بيبقى يعني لان طبعا انت يعني الثقافه نفسها انت عايز تنورها للاهل وعايز تنورها للمجتمع احنا لو فتحنا المجال ده أه لو قللنا الباد انكس يعني في الـ 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 السن الكبير ممكن نقول 35 زائد كوموربيدي يعني الوزن على طول مرتين كاسر ال 35 يعني مش 35 كيلو يعني لكن الكتله نفسها او الوزن غير مناسب للطول بنسبه صغيره انت عندك عدد كتير جدا زي في الكبار يعني لكن في الاطفال خليك فوق ال 40 وكمان يكون معاك مشاكل للسمنه المفرطه. يعني بيجي مثلا طفل مش قادر ياخد نفسه اثناء النوم او بنت متغيبه عن المدرسه بسبب السمنه المفرطه عامله لها ازمه نفسيه. تقوس في المفاصل وصعوبه في ان هي تمارس رياضه وتمارس حركه وتمارس نشاطها اليومي بصوره يعني مظبوطه، دول يعني محتاجين لانقاص وزن بصوره فعاله. مش هنمشي على تغذيه علاجيه بقى لانه احيانا ما حدش لك اصلا المراكز بتاعه انقاص الوزن بيكون ما انقاص الوزن بالطرق التقليديه او بالتغذيه العلاجيه او بالطرق اللي هي التحفصية فطبعا وزن بال... بال... بالبساطه كده يكون كاسر فوق المية يعني طفل كاسر وزن فوق المية او اقل بشويه يكون عنده سكر يعني 80 90 كيلو وطوله قصير والكتله معديه الأربعين 40 يبقى عنده مشاكل صحيه قد تكون سكر في بعض الحالات يبتدي له العملية زي تكميم المعدة هي الأرجح في سن الأطفال ليه زادت السمنة المفرطة؟ أسبابها ايه؟ يعني انا كنا الأول نشوف طفل واحد في المدرسة كلها بيعاني من السمنة المفرطة، دلوقتي العدد بقى أكبر الحياة طبعا مميكنة اللي احنا عايشينها طريقة الأكل اختلفت خالص والحياة طبعا أنا يمكن شايف أن المجتمع دلوقتي بيحافظ على الأطفال يعني على قدر المستطاع يعني الأسر دلوقتي بقت فعلا هي شايلة هم الطفل اللي وزنه زايد وأنا دايما بقول لهم بيبقوا جايين يعني عندهم يعني نوع من الحزن الشديد أن طفلهم أنا يعني النهارده أنا لسه قبل ما ما أجي التصوير كنت لسه مخلص بعض الحالات في في بتاعتنا في المراكز بعد الطفل ما خرج يعني جاي يعمل عمليه وابتديت خدت الهيستوري بتاعه واتجهزناه كويس جدا بابا خرجه وابتدي يشرح لي المقاس بتاعته بتاعه الطفل من صعوبه النوم من صعوبه الحركه بقول لي يعني هو مش عايش يعني حياته الطبيعيه كما يجب احنا يعني عندنا الم نفسي اكتر من الطفل نفسه هو مش عايز يتكلم يعني قدامي بالمشاكل النفسيه من شخير اثناء النوم طول الوقت مش قادر ياخد نفسه وهو نايم من حياته اللي هو ما هو طفل وزنه فوق ال 100 كيلو، ازاي هتقول له مارس رياضة؟ رياضة ازاي يعني؟ ما هو ما فيش مفصل أصلا يشيل وزنه فوق ال 100 كيلو. قوله له اجري، هيجري ازاي؟ ما هو أنت بتطلب منه حاجة مستحيلة، نفسه مكروش، مش قادر ينام بصورة منتظمة، مش قادر ياخد نفسه أصلا. فده طبعا أنت قول له العب رياضة، طب حجم نفسك عن الوجبات، بقول له ما تاكلش. هو في هايبر انسولونيميا ستيت. الهايبر انسولونيميا اللي بتحصل عند الأطفال بتخلي عندهم حاجة يعني زي شراهة لل الوجبات اللي هي فيها طاقه عاليه هو مش عايز ياكل اكل عادي وعايز حاجات فيها طاقه عاليه من الشوكليتس والحاجات اللي هي الفاست فودز كلها كل الوجبات اللي فيها طاقه عاليه هو جسمه كده هو فايبر انسولينيك ستيت الانسولين زايد بصوره مرضيه بيدفعه لاكل الوجبات اللي فيها طاقه دي سكريات هيبقى مستكفي دي حاجات مياه غازيه يبقى مبسوط جدا اديه العصائر بسكر كتير يبقى مبسوط عايز ياكل حاجات فيها دهون عايز حاجات فيها مقليات عايز حاجات قصدي انه الطفل معذور وبعدين برضو احنا معلش يعني عايز اقول حاجه ان الاطفال احنا مش لازم نشيلهم الهم ان هم سبب في السمنه ابدا ده انت مورس له الجين ده من اب او ام او خال او عم هو عنده قليل قوي اللي تلاقي الطفل هو سبب في السمنه المفرطه طفل ايه ما هو مولود كده هو طول عمره عنده في يعني عايز اقول حاجه 99% من الاطفال اللي بتجي في المراكز عندنا اصلا عندهم سمنه وراثيه بتلاقي الاب اصلا عنده مشكله او الام او الخال او العم فلا يعني مش عايزين نشيل الاسر اكتر ما لا تطيق والطفل برده مش عايزين نشيله اكتر ما يطيق طفل 11 12 سنه هو اصلا مولود كده هو عنده جيناته الوراثيه الهرمونز بتاعته هي جسمه كده ده مرض سمنه مفرطه كرونيك انفلاماتري ديزيز اذا كرونيك ديزيز ده مرض مزمن شديد الخطوره فلا نجلد اطفالنا ولا نجلد الاسر الحقيقه لانه الاسر دلوقتي بقت غير زمان عندهم ثقافه عاليه جدا والاسر دلوقتي حاملين هم الاطفال بس هي اللاج في انه الطفل ما يقدرش ياخد قرار هو ما يعرفش ايه صح هو ما يعرفش الطريق اللي هيخس بيه ايه هو لا يعرف حاجه عن التغذيه العلاجيه ولا حتى لو عمل تغذيه علاجيه هو لا يمكنه الاستمرار عليها لانه طفل في الاول وفي الاخر فمشكله كبيره هي محتاجه يعني يعني محتاجه تدخل ومحتاجه ان احنا بقى في الـ في اللي احنا بنعمله ده زياده الثقافه وزياده ان احنا ايه الحل ما هو هو لو الاسره عارفه ايه الحل المضبوط وهتعمله هو بس المشكله ان مفيش اصلا الكونسيبت نفسه مش موجود تعمل لطفل ازاي عمليه 11 سنه لا ده موجود عادي جدا طب يمارس في كل في كل العالم مش بس عندنا في مصر لا ده طب عادي جدا وطب منظم تبع جايد لاينز موصوف بس هي الفكره ان تصل الفكره بالصوره المضبوطه يعني بحيث ان يبقى الموضوع ماشي بنظام <applause> <مّن> امتى يكون القرار هو اجراء عمليه بالنسبه لطفل يعاني من سبنه هو منظمه الصحه العالميه من سنه 91 عموما آه الكتله اللي هي كسره ال 35 وعنده كوموربيديتيز يعني عنده مشاكل من السمنه التنفسيه كتله في, في الجسم اللي كسرت 35 35 طب م. الاطفال بقى احنا مخليها ل 40 كمان ومش بس 40 ده احنا بنخليها فوق ال40 بزياده ويكون مضاعفات واضحه جدا بحيث ان احنا يبقى قدمنا يعني بنحاول ان احنا نخسسه بطرق تقليديه كذا مره ويكون الاهل ابتدوا تغذيه علاجيه سابقه لذلك وبالتالي ناخد قرار لانقاص الوزن اذا كتله كسر ال40 وابتدى الطفل يشتكي من مشاكل صحيه وده يمكن اعلى كمان من الجايد لاينز بتاعت وزاره الصحه العالميه. الاهل بيبعدهم تخوف يعني بيجي لك لو كان عيان مثلا عنده 30 40 سنه بيعمل عمليه تخوفاته نقول بتبقى في ورقه فلوسكاب بيسال فيها لكن الطفل التخوفات عباره عن كتب جايبينها بيسالوا فيها طبعا احنا بنكون مكان كل اب وكل ام والحقيقه احنا عايزين نقول احنا مكانكم في اخذ القرار، احنا مكانكم في الطريقه المظبوطة مش كل طفل هيجي عنده شويه وزن زياده هنعمل له عمليه، اه الاطفال فقط اللي هم محتاجين لعمليات هم اللي هيتم لهم اجراء العمليات، احنا بناخد ابسط انواع العمليات اللي هي عمليات التكميم، هي ابسط انواع العمليات اللي تجرى لانقاص الوزن في الاطفال بعيدا خالص عن ان هي تاثر على النمو، بعيدا تاثر على الهرمونات وخصوصا البنات اللي صغيرين بقى عندهم من 11 سنه وحك يعني وزياده الاهل عندهم كونسرن بانه ده هياثر عليها هرمونيا، بالعكس ده السمنه المفرطه هي أكتر حاجه تلخبط الهرمونات عند البنات وعند الولاد كمان أكتر حاجه عمليه تكميم المعده ما هي الا تصغير لحجم المعده لا تؤثر على الامتصاص فهي لن تؤثر على الـ 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 الاكل اللي حضرتك بتاكله ده اكل طبيعي جدا فلا يعني يوجد اي نوع من التخوف من انقاص الوزن عن طريق عمليه التكميم لان عمليه سهله ما هي الا تصغير لحجم المعده لا تؤثر تماما على المد... ومتابعتها يعني بسيطه خالص لان هي مش زي تحويل المسار هي عمليه قائمه فقط على تقليل كميه الاكل تقليل كميه الوجبه زياده الشبع تقليل الجوع ودي اكتر حاجه هي مفيده فيها <applause> يعني طبعا في جزء هرموني احنا مش بصددوه انه الجزء المستأصل من المعده اللي احنا بنشيله عشان نصغر المعده بيستأصل بهرموناته اللي هي الانتي انسولين هرمونز من ضمنها هرمون مشهور يمكن الناس عارفاه ويمكن المهتمه بالسمنه اللي ده هرمون الجريلين او هرمون اللي هو بيزود الشهيه للاكل او بيزود الجوع او بيزود قدرتنا على ان احنا اثناء الوجبه الواحده المعده توسع يعني اثناء الوجبه هو كل ما تاكل المخ بيوسع المعده بتاكل كميه اكبر فده بيتم استئصال او تخلص من نسبه كبيره منه وبالتالي بياثر على الطفل بصوره صحيه مظبوطه يرجع لحياته الطبيعيه فهي عمليه امنه تماما تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى بل في معظم الاطفال ما بيحتاجوش انهم يقعدوا اكتر من 12 ساعه كاملين بيبقوا عايزين يروح فعلا لأن هي عملية من ضمن العمليات التي يمكن إجراها في منظومة الفاست تراك اللي هي إقامة صغيرة في المستشفى بس بيمشوا خطوات من خطوة واحد لخطوة 12 يتضمنها بقى حاجات تحضيرية للأطفال يتضمنها يعني ازاي تجري بفتحات صغيره للطفل المسكنات يبقى جرعاتها مظبوطه بادويه متطوره ما بتسيبش حاجات زي الدرنقه او في الاطفال وقت العمليه لا تعد النص ساعه في معظم الاطفال لان العمليه بتبقى انت بتعملها اتيز لان جدار البطن بسيط الدهون اصلا بسيطه المعده نفسها جدار المعده نفسه سهل ان انت تو بي يعني ان انت تتعامل معاه ببساطه يعني فهي عمليه امنه تماما وانا بطمن كل الناس واقول لهم ده طب محترم بيجرى في كل انحاء العالم امن تماما منجز في انقاص الوزن لا يؤثر على الامتصاص لا يؤثر على النمو وخصوصا البنات لان انا متوقع السؤال ده بقى في عقول كل السيدات اللي بي عندهم اطفال او بنات يعني في سن صغير م. هي عمليه جميله جدا انا انصح بيها تماما السن المناسب يعني من 11 سنه واحنا طالعين ويمكن كمان انا ب 11 سنه ده احنا بنقعد معاهم بيتم تقييمه عن طريق الطب النفسي والتغذيه العلاجيه بيبقى فيه شويه تحضيرات يعني ونشوف الطفل ده اصلا يعني هو المينتاليتي بتاعته اصلا مستوعبه ولا مش مستوعبه لان احيانا طبعا بيبقى فيه صعوبه في الكوميونيكيشن اصلا مع الطفل فده يعني ب ب ب ب يعني ما بنعملوش عمليه بيتم تقييمه مظبوط واذا كان هو يعني الطفل نفسه مستوعب العمليه المينتاليتي بتاعته بيعرف يكوميونيكيت مع معانا يعني بنعمله العمليه بامان من سن 11 سنه يعني احيانا طبعا بنعمل في سن تسع سنين بس يعني يبقى الوزن بقى ماثر قوي على الحاله الصحيه، يعني بنتجاوز على السن شويه في سن مبكر افترض ان عندنا طفل تسع سنين ووزنه كاسر 100 كيلو ورجليه متقوسه وعنده صعوبه في التنفس اثناء النوم لدرجه ان هو ما بيعرفش ينام على ظهره اصلا، طول الوقت قاعد على ال طول الوقت ما بيقدرش يفرد ظهره يعني او ينام بصوره يعني مريحه، طب ده هتعمل له ايه؟ هو لازم تعمل له عمليه لانقاص الوزن. طبعا عايز اقول حاجه انه انا برضو دايما بستريس ان القرار في ايد الاسره، مم. يعني هي الاسره هي المسؤوله ليست الطفل يعني لان الطفل لا تاخر عليه هو داخل في مشاكل قد تكون صحيه مزمنه في سن مبكر زي السكر طبعا والضغط اللي يعني يبتدي ينتشر بصوره كبيره جدا مع السن المفرطه. مع الاطفال احنا بنلاحظ دلوقتي ان حالات السكر في الاطفال زادت جدا في الفتره الاخيره جدا والضغط زاد بشكل مستغرب يعني احنا كنا فين؟ اما كل فتره هو الميتابوليك سندروم ما, بي آه. ما بيفرقش ما بين آه. واحد سنه كبير سنه صغير هو ميتابوليك بروسيس هي بتحصل في كل الاعمار اه في 17 سنه بلاقي عنهم ضغط معدي 200 سيستوليك و130 وسكر. وسكر طبعا وسكر. آه. الاجراءات المتابعه هل تختلف عن الاجراءات المتابعه بالنسبه للكبار في الجراحه السمنه؟ ولا حاجه بل بالعكس ده هي اسهل يعني الطفل اللي هو يعني دايما بيكونوا ميديكالي فري ما بيكونش عندهم اصلا مشاكل صحيه يعني قد تعوق اجراء العمليه او قد تعوق ان هو ينام تحت بنج فتره قصيره لان احنا لو قرينا طفل 11 او 15 سنه بواحد تاني 60 سنه الستين سنه بيبقى عنده تحضير اصعب شويه قد يكون عنده مشاكل في القلب مشاكل في متعلقه بالسكر مشاكل متعلقه بالتنفس اثناء النوم او التنفس عموما بامراض مزمنه يعني بيتم تحضيرها قبل العمليه لا الطفل ال 15 سنه او اكبر او اقل شويه هو هو ميديكال فري يعني هو ما عندوش سكر في معظم الاطفال ما عندوش مشاكل في التنفس في معظم برضو الاطفال يعني قصدي تحضيره سهل يتم اجراء طبعا بالرغم من ذلك بيتم عمل بروفايل زي طبعا حاجات معمليه زي صوره الدم السيوله وظايف كبد وظايف كلى بنعمل طبعا تقييم للقلب تقييم للتنفس قبل العمليه بصوره يعني بنعمل سكريننج للطفل بصوره طبيه مظبوطه واجراء العمليه اسهل بكتير جدا اثناء العمليه وقت قصير الريهابيليتيشن او عادته لدراسته او عادته لنشاطه الطبيعي بيكون في وقت اقصر بكتير جدا من الناس اللي هي الاكبر سن التكميم ام تحويل المسار؟ انت كلمت كتير على التكميم ميال للتكميم الحقيقه اه, آه. ميال للتكميم لانه احنا انا يعني طبعا احنا بندي فيتامينز آه ما بعد تحويل المسار بصوره آه مكثفة، احنا مش محتاجين الطفل تو بي ستريسد يعني بفيتامينز uh, آه ديلي كل يوم ياخد فيتامينز آه بصورة كبيرة، احنا جاست just... احنا عايزين نقلل كمية الأكل فقط، لكن امتصاص الأكل لا يمكن التأثير عليه. يعني أكل آه وجبة فيها لحوم فيها خضار فيها فواكه تمتص كاملة مش عايزين نأثر عليها خالص. آه احتياجه للفيتامينز أقل بكثير من تحويل المسار. وعايز أقول حاجة إذا كان هناك يعني حتى داعي لإجراء تحويل المسار في السن الصغير حتى لو وزن كبير كسر مثلا 150 كيلو أو أكثر اعمل تكميم دلوقتي هي أخف شوية أخف في المتابعة وعايز أقول حاجة إن السن الصغير استفادتهم من العمليات أكثر بكثير من الناس الكبيرة حرقوا كتير عضلاته كويسة جهاز الحرق في جسمه عموما أفضل بكثير. بيتحرك اكتر يعني لو قارنا يعني السن يمكن حياته ما يدخل في الحياه العمليه اكتر بيبقى مكتبي اكتر بيبقى مميكن اكتر لكن الاطفال يمكن عندهم وقت للنادي عندهم وقت للدراسه بيتحرك بيروح بيخرج مع يعني بيبقى فيه استفاده اكتر من من السن الاكبر دايما الحوار نسمعه كمان من المرضى او اهلهم بيكون له وقع على الاذن رائع جدا بنستمتع بتجربتهم الشخصيه وخصوصا ان هم بيكون عندهم قدر من الثقافه الطبيه في المجال بعد ما مروا بتجاربهم فيه بيخلينا نستفيد احنا كمان من التجربه، احنا كاطباء نستفيد من التجربه، نستفيد من رد فعلهم النفسي، ده علم مهم جدا جدا جدا، ولذلك الاستماع دائما الى المرضى تجربه انا نفسي بسعى ان انا استمتع واستفيد منها اقصى استفاده، تعالوا نسمع مع بعض. قول يا محمد سنك كام؟ انت بتقول الوزن الزايد اللي عندك ده يعمل لك مشاكل ايه؟ ايه المشاكل اللي عملها لك؟ بروح ومش والروح أنام ولا ولا اي حاجه وزني 86 كيلو الدكتور كريم يعمل لي عمليه تكميم معده عشان لما باجي العب مع اصحابي ما العب ولما بنام بنهج وبشتكي من ضهري على طول وزني 109 جيت للدكتور كريم عشان اعمل عمليه عمليه تكميم صحابي ما بيردوش يلعبوا معايا ومش لاقي لبس كل ما اجي العب معاهم يقول لا وكل ما اجي اجري معاهم يقول لا انا اسمي محمد عندي 12 سنه وزني 109 وعملت عمليه تكميم بشكر الدكتور الكريم خرجت اتمشيت وشربت كده عملنا عمليه تكميم بقى لنا قد ايه بقى لنا ساعه بقى لنا 8 ساعات دلوقتي انا ساعدت اوريتك مادة معدة بس بعد ساعتين بدا يتحرك ومشى عادي اتحرك كويس وماشي كويس و... وشرب ميه بعد اربع آه. ساعات وبدا زي ما انت شايف بدا فايق تمام الحمد لله انا اسمي منى طلال مصطفى سني 11 سنه عامله عمليه تكميم معدة وزني قبل العمليه كان 87 دلوقتي بقى 71 بقيت بلعب مع اصحابي وبجري وبروح الجيم و... وحياتي اتظبطت بعد العملية ودكتور كريم هو السبب اللي خلاني أخس وشكراً دكتور كريم التوائم أكثر عرضة للدرمويد سيست عن غيرهم وإن الأم اللي ممكن يكون عندها دورمويل سيست ممكن تلاقي بنتها عندها دورمويل سيست أسر بالكامل عندها أورام لفية بالكامل عندها أورام لفية أسر معظمها عندهم بطانة رحم مهاجرة أسر عندهم فتق بيحصل نتيجة أمراض وراثية وكأنه الخلايا الجسديه احيانا تتصرف في نظريه المستعمرات لما زودنا بزياده الوعي الصحي بمرض زي طنط الرحم المهاجره وقلنا ان هما بيجيش فقط بشكل الام في ضلع ولكن مش دايما بشكل واحد ونمطي ده مستخبي في الف وش ووش ده مستخبي في الف قناع وقناع طبعا اسمحوا لي ان نرحب بضيفي العزيز استاذنا الأستاذ دكتور سيد الاخرس منور يا فندم وحد الله على السلامه. على دكتور مره. سيد هو الجايد لاين الخريطه ايه والمريضه جايه تعاني من بطن رحم مهاجر. هنقول كذا شارع طبعا طبعا كذا شارع وعايزين نرتب الافكار م. وبجد لما قصدنا ان احنا هنتكلم من جديد كانك في الاول كان في ناس مش فاهمه يعني ايه كوره. فبتقعد تقول لهم ده الملعب المستطيل مساحته كذا في فريقين وده العدد اللعيبه وده بيلعب عشان يدخل جون في ده ويعني ايه جون يعني ده جون ايه ده ده جون لا ده ده جون ده حارس المرمى واقف جون حارس مرمى ده مش عارف ايه لا الجون ما داخل الجون لا ده اوف سايت. فتبدا تقعد تفهمه وتفهم لما يبدا يتفهم ويستوعب المعلومه تماما وفهم يعني ايه كوره بيقعد بقى يقول لك يا سيدي دي كانت اوفسايد لا مش اوفسايد رغم انه هو ما كانش يعرف وانت معرفه او عارفها بشكل او باخر دي الحياه ولازم تكون كده فالاصل انك لما بتزود المعلومات والتوعيه الاول من لا شيء الا وجود اشياء الى لخبطه في الاشياء والمفاهيم والمعتقدات الى بعض التناحر الى بعض الرؤى الى بعض الاستقرار الى بعض تغيير الصوره أو الإيمان المطلق أو والاختلاف في الرؤية وده ده 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 متعة لأن كل واحد ربنا مديله ملكات يقدر يشتغل بيها ويصل إلى جزء من المعلومة غير الآخر <applause> لو كلنا توحدنا في الرؤية وفي القصد وفي السبيل وفي الحركة هنصل إلى معنى واحد أو مخرج واحد لكن لما الـ 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 كلنا نبقى مختلفين أنت هتشوف الموضوع أو الحقيقة من وجهة نظرك بس شايفها حقيقة يعني كأني بتنطرح مواجهه دلوقتي حقيقة ما نختلفش عليها لكن نتكلم إزاي بقى نزود مفهوم الناس ونبدأ نغير مفاهيمهم ونطمنهم لأنه عاوز أطمن عاوز أطمن على بنتي طب ما بنتي عندها أطمن رحم مواجرة وممكن تكون ان ما عندهاش ألام مبرحة زي غيرها وبعدين كانت بتشكي ان بالجهاز انها يعني اكلها في مشكله فراحت مش في الجهاز الهضمي راحت ش... الجهاز الهضمي اعملي سونار <applause> لان الدنيا طبعا قد ايه بتبقى احيانا فيج وغامضه فعاوز اعتمد بصديق فاروح اقول لها اطلبي سونار عشان يصور لي صوره فابدا كأن الصديق بتق... اللي هو الخفي دكتور السونار اللي موجود في مكان اخر والاشعه هيصور البطن فيبدا يكتشف أكياس أو ما يكتشفش. لو اكتشف أكياس فدي حقيقي ده دل دليل دامغ إن في مشكلة ما هي سبب الألم. وأحياناً ما يكتشفش أكياس. اكتشف أكياس دي بطانة رحم مهاجرة ولا كيس دموي؟ الاكوجينيستي اللي موجودة والشكل الخارجي الموجود في الكيس يؤكد إنها بطانة رحم مهاجرة. لكن لما تيجي تعمل منظار وتيجي تطلع الكيس تلاقي إنه كان كوربوس ريتيرسيست او همراجع كوربا صليتي او كيس دموي في البويضه اللي انفجرت والكيس الاصفر بقى فيه دم وتجمد وتحول كانه شكل بتنترح من المجره يبقى لازم اقرب شويه بشكل اصدق اتسالت سؤال هل بتنترح من المجرى والتعامل معها جراحي ولا دوائي لو كانت حاجه غير مرئيه ومفيش اكياس والام فقط بناخد ادويه مسكنه استجابنا الادويه المسكنه خلاص ليه بنستجيب الادويه المسكنه لان الادويه المسكنات كلها فيها انتي بروستاجلاندين وبطانه الرحم المهاجره بتفرز الماده اسمها البروستاجلاندين ماده بتساعد على الالتهابات والالام وبتساعد على انقباض الاوعيه الدمويه فبالتالي احيانا لما جيلها الدوره الم شديد واغماء وملقي. بسبب وجود ماده البروستاجلاند الموجوده لما باخد مسكنات ايا كان نوعها ايه بروفين ولا ايبوبروفين ولا اسبرين ولا سلس... ايا كان الاسماء وتبدا تعادل ماده البروستاجلاندين فيحصل تحسن طب لما باخد الدواء ما بيحصلش تحسن هيحصل ايه تاني او لو عندي كيس فممكن اروح لحد يقول ايه هناخد اقراص منع او هناخد اي حاجه توقف نشاط الكيس رجع الكيس اختفى ورجع تاني طب ساعات الجر والفر لمرض التهابي يودينا المشكله تصل احيانا الى الدرجه الرابعه الاند ستيج اوف اندومتريوزس الدرجه الرابعه وحوض مجمد لانسه عندها مثلا 16 17 سنه تعال نشوف ايريني النهارده وشكل الحوض المجمد بقى اخباره ازاي راح من المواجهه توغلت ازاي؟ للانتظار ثم الانتظار ثم الانتظار في عدم اتخاذ قرار والقرار رؤيه والقرار شخصي ايجابي ان انا لقيت حاجه عاوز اواجهها هنشوف كده. ايرين حال فيها بترى رحم نشوف مع بعض وزي وطبعا ممكن حاله تيجي تيجي بشكوى لدكتور باطنه مثلا عندها قولون عصبي. طبعا طبعا دخلنا <applause> المزار ادي الرحم والمثانه والمبيض واضحه قصادك نمشي شويه نمشي شويه انا عاوز اشوف لما لما الناس تمشي شويه هتشوف يعني ايه احنا بنحاول لا لا أنا مش بجري يعني مشي اقصد يعني المثانه والرحم والمبيض اليمين والمبيض الشمال والانابيب والرابطه الدائريه بطريقه رحم مؤجرة بقت موجوده في كل حته لدرجه ان احنا دي بص دي كان عندها هنا اكسسوري فيمبريان يعني بص لو نرجعنا للحته دي تاني وثبتناها اللي فاتت بص يا دكتور ايمن نقف هنا تخيل الحته الصغيره دي عارف فواهه الانبوبه عندها فواهه انبوبه لوحدها ملهاش علاقه بالانبوبه طالعه في المكان ده فهل احيانا الموليريان داكت لما يحصل فيها شويه مشاكل بشكل او باخر وتوزيع احيانا عشوائي في الجسم ده دلاله على ان في وجود بطانه رحم مهاجره؟ هل النسيج ليه ده يدل على ان في حاجه تانية ممكن تكون بتتنقل بس احنا مش عارفينها؟ نمشي نمشي ما ينفعش نعدي اي لقطه موجوده. بص موجوده على الانبوبه ازاي؟ شوف العين السوداء اللي على بالشمال الشمال بص ال الرابطه الدائريه موجوده فيها بطانه رحم ايه الرابطه الدائريه الرابطه الرحم بيبقى مرتبط بفوق برابطه دائريه تنتهي لغايه بره لغايه اللابيا الراوند ليجمنت الراوند ليجمنت بص المنظر ده بص ازاي ده نازله معانا بص ازاي بص ازاي ده آه. بص علاقتها بالمبيض بص كل الجزء والدنيا كلها بقت ملتهبه ازاي شوف بطانه رحم المجرى جايه وتترسب على السيروزه بتاعت الزايده من بره وعلى المبيض من بره ودخلت في المبيض من جوه وعلى الحوض بص داخله ازاي بص بص العين السوداء اللي موجوده احيانا البايرترالتي او ان المبيض يبقى موجود اه او الكيس موجود بص الكيس كبير ازاي عنيف قوي بص شوكليت ماتيريال نازله ازاي ده من كتر ده 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 حاله فيها كل حاجه في اكياس شوكولاته فيها بقر فيها بطاريه رحم مهاجره بقر موجوده على الـ على الـ الأنابيب التهاب بص ضخم ازاي؟ شوف لما نسيب آنسه عندها 16 17 سنه وكيس يكبر لدرجه انه يصل كل ده عمالين نشفط احنا عمالين نشفط وبالتاكيد شرحنا للناس قبل كده وقلنا لما بيطلع انفجار لكيس داخل الحوض مش هينشر بطانة الرحم المهاجره هو ده عباره عن دم مجلط ومتغير بص البؤر اللي فوق بص فوق الانبوبه يعني ليه ده احيانا يفسر الالتهابات دي تفسر ليه احيانا البنات لما تتجوز في اول شهر جواز ممكن تحصل لها حمل خارج الرحم. اتاري كان في التهابات من قبل كده موجوده. بص الرحم بالانابيب بالمبيضين لازقين كتله واحده من غير اي جراحه قبل كده وده بمنظار. وازاي انك انت بتبدا تتعامل مع الـ مع الـ مع النسيج بص عشان نقلل فرصه الرجوع مره تانية دايما كنا لما بنيجي نتكلم مع قبل كده معاك وكنا نقول ايه البلين اوف كليفج البلين اوف كليفج كانك لازم تكون عارف جغرافيه المرض وتبدا تتعامل مع بص لازم نطلع النسيج عشان هنبحثه نقلل بس السرعه عشان الناس تبقى متفهمه الرحم ده ظهر الرحم بيبقى حصل كيسنج اوفرز لزقوا فيه ولزقوا ببعضهم وقفلوا البوش في دوجلاس التهابات متكررة يعني هي جاية عشان التهابات مهبلية متكررة ومشاكل في البول يعني مش لازم تكون مرتبط بالمرض بالألم رغم أن المرض وألامه كلما كانت درجة بطانة الرحم المهاجرة متواغلة أو درجة رابعة مثلا ثالثة ورابعة المفروض علميا ان كمية الألم أزيد ما تكون درجة الأولى أو الثانية لكن أحيانا لقينا الناس أنها بالألم بتاعهم بيبقى قليل ودرجة رابعة بطريقه تروح المهاجره وكان ان المرض احيانا يروح يعمل مشاكل في في الوصله العصبيه اللي بتنقل المرض وكانها بتلفته او حصل البرينث ثريشولد احتمال الالم اتغير بشكل او باخر وبيعمل العكس في ناس تانية يخلي البرينث ثريشولد منخفض جدا لدرجه ان الالم يبقى على بؤره صغيره صراخ هستيري ونزيف موجود وحرقان في البول ومشاكل بص الفصل دي انسه بعم كل شويه اكد انسه تستنى كل العمر اللي جاي ازاي لدرجه ان الاكياس بقت موجوده كل الانواع وكل الدرجات وكل المراحل وكل الجروبز <applause> يعني ايه كل الاشكال إيه آه. آه يعني اللي ظاهر واللي مش ظاهر اللي اللي موجود عامل اكياس واللي عامل بؤر واللي عامل حواسيب واللي, واللي عامل مع... واللي معاه بؤر وبدا يحصل فيه الالتصاق الالتصاق لأنه نسيج التهابي وبالتأكيد خلاص بيصير الفايبرين وبيصير كل الأنسجة تبدأ تلزق في بعضها هنبدأ نتفاعل نتعامل مع المبيض وهنشيل الأكياس من على المبيض واحنا معنيين بما يطلق عليه مخزون المبيض الاستراتيجي لل... للآنسة دي اللي هتكمل إزاي ولم تختبر خصوبتها قبل كده ولأن إحنا مش بنتعامل مع الأنسات لسه في حقل تجارب وعندنا رصيد رهيب جدا من نجاحات لانسات بداوا في سن مبكر واتجوزوا وحملوا وحملوا طبيعي بالرغم ان كانت الحاله مزريه حاله ما كانش حد يتخيل بنعمل تقنيه طبعا الاوفيريان سسبنشن اللي احنا كنا بنقول قبل كده تعليق عشان نقدر نوضح الحوض اكتر واحنا شغالين لازم يكون عندك جراحه ومهارات جراحيه مستمره لازم تشتغل على نفسك كتير لازم تحضر مؤتمرات كتير ورش عمل كتير عشان اكيد هيتغير مفهومك ما تكونش فولورز ولا تابع لما بتسال على حد او منتور لحد او هو رؤيته سواء آه كانت كده هتفضل طول عمرك بتتعامل مع بطانة الرحم المهاجره يعني انت مثلا بتكون بتشتغل مناظير انت اللي هتعمل الزوايد لانها جزء اصيل من عمليات بطانة الرحم المهاجره الموجوده يعني مش بالضرورة مستني الجراح يكون معاك أو مستني الجراح يكون جهاز هضمي معاك لأن ازاي ده بقت جزء أصيل من الحوض لو ما عندكش المهارات الجراحية وبتشتغل عليها وبترتفع بيها وبترفعك بالتأكيد هتفضل دون مستوى التحديات وهتفضل تلعامل تقول ايه ده انا دخلت لقيت الحوض مجمد انا مرضيش اعمل العملية اللي كنت هأذيكي اما انت كنت عاوز تتعامل مع مريضة اصلا ما عندهاش التصاقات ولا عندها مشاكل زي كده امال حجم المشاكل لما يكون عن... للانسه دي هتعمل ايه؟ طب دي لو مدام هتقول لها احملي. طب هي انسه هتقول لها هتعمل ايه؟ هتبدا تقول لها ايه؟ كونزرفتيف تريتمنت بقى. هتبدا تقول لها خدي ادويه تنشف التبويض، ادويه المسكنات، معلش تصبر شويه من عم من دكتور لدكتور، من سن لسن، لغايه لما يكبر سنها فتخش في عالم الزواج وتخش بمشاكل اكبر موجوده. ده شكل من الاشكال الكيس واحنا بنطلعه قد ايه وانت بتتعامل لازم تكون عارف انك انت مش عاوز تخسر جزء من الكورتكس من قشره المبيض الموجوده ليه؟ الجزء اللي, الجزء اللي فيه البويضات مم. عشان كده هنقول كمان بعد ما بنشيل الاكياس احنا بنعمل الاي اتش مخزون المبيض اللي هو البيوماركرز اللي بنعتمد عليه بالقياس بنعمله قبل العمليه وبنعمله بعد ثلاث شهور من العمليه وبنعمله بعد ستة شهور من العمليه وسنه من العمليه. وبنعمل الاف اس اتش والال اتش والاي 2 قبل العمليه وبعد العمليه مباشره وبعد العمليه ثلاث شهور ست شهور وسنه. وجمعنا الداتا والاحصائيات اللي تؤكد لو احنا بنعتمد على ازاي ان المخزون رجع او قل او كده. كانت مفاجاه لما اتكلمت معاك من ثلاث سنين وقلنا ان في ناس مخزون المبيض مع ثبتوا الايد اللي بتشتغل وكانت اكبر دراسه موجوده في سول جامعه سول في كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه على اكتر من خمسين الف امراه تمت بطانه رحم مهاجره موجوده ثبتوا الايد ثبتوا التيم ثبتوا الطريقه والام اتش وقسموا الجروب الى ثلاث جروب ناس الام اتش دخلوا خرجوا بيه زي ما هم وناس قلت وناس لقوا الام اتش بعد ستة شهور اتحسن وفي مخزون أبيض بيزيد قال لك الجزء اللي كان مصاب ببطانه الرحم المهاجره بدا يرجع للشغل مره تانية ده علم ومؤصل وغير مشكوك فيه وهنفضل بالشكل ده بنتكلم على التوعيه عشان نبدا نزيد الموضوع واحنا بنتكلم آه. البنت ممكن تنصح في حاله ما يكون عندها بطانه رحم مهاجره انها تاخد حبوب منع الحمل عايز افهم حاجتين ايه فايده ان البنت تاخد حبوب منع الحمل وعندها بطانه رحم مهاجره وبعدين النظره المجتمعيه هل هل الاهل بيبقى عندهم يعني تقبل آآ 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 اكيد هيبقى في توتر هيبقى في قلق و و و وتبقى نصيبه لو البنت مثلا في حته بيفتشوا الشنطه بتاعتها لا حبوب منع الحمل دي حقيقة. في الجامعه ولا في المدرسه بالرغم ان انا عارف ان انت عارف الاجابه كويس جدا عارف ان انت بتديني السؤال عشان عاوز اشوف خبرات الناس المختلفه دي حقيقه م. اول حاجه زي ما كنا فكره كل حاجه جاية جديد فيها فيها صد ورد م. كان في ناس كتيره من البدايه ما جه بتعمل الحقن المجاري كان مش عاوز يعني عنده ارتباك بتقنعه بالحقن المجاري اسال الدكتور ابو الغار استاذنا طبعًا. استاذنا تمام طبعًا. آه. اسأل الدكتور جمال أبو السرور yeah. يسأل الدكتور محمد يحيى ah. اه الدكتور اللي بدأوا يوعوا الناس <applause> ورواد <applause> بطنط رحم المهاجرة في مصر. <applause> آه، سوري الحقن المجري <applause> كان هيقول لك ان هو كانت الأول ازاي الناس دي بتواجه مشاكل عشان تقنع راجل ان يقدر يوافق يعمل حقن مجاري ah. ما بين الحلال والحرام ويسأل دار الإفتاء أو الكنيسة. عدينا المرحلة دي بين الحرام والحلال والحرام عدم القناعة ازاي الجنين ده يعني ما مب... بالعلاقة المباشرة مش عارف اقتنع انه ابني ده ده ده, ده كيمياء ده معمول في معمل لغاية لما الوعي زاد ايه ده هو الجنين اللي اتحط في الرحم ممكن يثبت يعني لو قمت وبتاع مش ممكن يقع مني لان ده مش جاي تلقائي وطبيعي ومسك في الرحم بنغير الوعي وبنزود وبدات الناس تفهم لدرجه بقى في ربوع الصعيد وفي الاقاليم الحقن المجاري موجود ومعروف التلقيح الصناعي معروف ويعرفوا الفرق ما بين دلوقتي اطفال الانابيب والحقن المجاري عارفين يعني المعلومه الاول عايزه وقت وعايزه تاصيل وناس كانت تحرج تحرج ان يقول لك مراتي حملت من حقن مجاري حاسس ان عار دلوقتي بيقول وبيطلع في شاشه التلفزيون ويعبر عن فرحته ويقول 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 الرواد الاولانيين خدوا وقت كتير جدا عشان تتاصل المعلومه كذلك لما بتيجي تتكلم زي موقف زي كده لما اتكلمنا على بطانه الرحم المهاجره ومشاكلها لما تيجي الانسه احيانا البدائل انك انت تعمل عمليه اللي ممكن كيس صغير ما دون المستوى ال 2 سم ونص والأشر المنظمه الاوروبيه لعلوم التكاثر والاجنه كانت حطت جايد لاينز وقالت لك ان ان الكيس لما يزيد عن 4 سم لابد من التعامل معه جراحيا ويستأصل. بالتاكيد هي مشاكل ولو كان ده ايه بتدور على خصوبه لكن لو بتدور على الام ما دون ذلك تتعامل معاه لو فيش كيس وفي الم فقط تعمل بالمنزعه. لما تيجي تقول البدائل هتاخد او ممكن تكمله المناظير ان هيبقى في حاجه توقف وتقلل التبويض. فاقراص منع الحمل اقراص تعتمد على الايه؟ احيانا البروجسترون قول لي بروجسترون معتمد على الهرمون اللي بيعادل الاستروجين او له دوز استروجين وكان له وبروجسترون هو اللي هيعادل الاستروجين الموجود الاستروجين هو الهرمون اللي بيزود بطانه رحم المهاجر فبتدي حاجه زي كده عشان تقلل الكيس في ناس واجهناهم كتير في البدايه يقول لك ايه انا بنتي ده تموت احسن من الالم ولا نبقى يبقى معاها راس حامل شايف انه عار لانه كلمه ايه اقراص منع حمل فازاي انسه تاخد اقراص منع حمل دي كانت كارثه ومصيبه والى الان وانا بكلمك عشان انا بستغل دايما الشاشه يعني انها توصل لكل البيوت وكل المجتمعات وتبقى وصلت يا جماعه هو زي ما بتاخد الاسبرين لاسباب مختلفه بتاخد الاقراص الهرمونيه دي اللي ممكن لو شركه بتسمعنا حقيقيه ممكن تطلع ده بدون اسم حتى انه راس مالحم. يعني اه يعني تعمل الهرمون مكون الهرمون نفسه وتحط عليه او تحط ايه عليه ايه ايه ان هو اسم ويبقى ويستخدم للأنسات آه بزياده الوعي لانك انت لازم هنا كنت بنتكلم بقى على هنا دور الكالشر والثقافه والوعي المجتمعي لمرض وكمان علاجه وبالتالي لا كنا بنرفض الحقن المجهري وبنرفض ان نعترف بيه وبنرفض ومشاكل ويفضل بيزغرته ان مراته ولدت وفرحان وهو قاعد حزين انها ما جاش من صلبه بالشكل العلاقه ودلوقتي خلاص العدة ده الجيل كان بيحصل طبعا طبعا أ.. والى الان بشكل مرعب الله وإلى... آه... يكون طبعا يعني الناس اللي طبعا آه... طبعا بعد كده بتعدي المرحله دي بتعدي مراحل زي ما بقول لك بقى الايه الراس منع الحمل وتفسير المريضه زي بالظبط كده ما يكون غشاء البكاره مسدود وفي عيب خلقي وتقول له مثلا ايه غشاء البقره عشان ينزل الدم يتفتح يقول لك لا دي تموت احسن يعني ايه غشاء البقره يتفتح ما هو ما هو ما اتفتحش جنسيا ده اتفتح طبيا بشكل ممنهج بشكل لحل مشكله فدي برضو تقصير الامور لازم نوصل البيوت فيها ايه عاوزين يسمعوا ايه مش انا طالع عشان اتكلم في موضوع مختلف او جديد او براق لا عشان الوعي يزيد انها البنت مش ملبوسه ده عندها ابطاله رحم <applause> المشكله بقى اللي هنا مهمة قوي اه اتعملت دراسات على الريكارنس <applause> على ان المرض بيرجع ودي مهمه جدا بقى للاطباء <applause> جدا 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 جدا. لما تخش عندك مثلا مبيض عليه ثلاث اكياس مبيض ح... كيس حجمه 5 سم وكيس حجمه 3 سم وكيس حجمه 2 سم وخدت قراص منع الحمل او أقراص الهرمونيه دي هتبدا تقلل الاستروجين م. فالكيس اللي خمسة سم بقى 3 والثلاثه بقى واحد والاثنين اختفى م. بس البنت بتتالم او السيده او المدام دي بتتالم فدخلت تعمل منزار او جراحه تقليديه اللي انا ضدها انا ضدها وهشرح جراحة الجراحه التقليديه جراحة ان انا افتح بطانه رحم مهاجره افتح بمرشط وهاكد ليه دلوقتي م. دخلنا ولقينا الكيس وشلنا الكيس اللي كانت موجود والكيس الصغير لقيته انه ممكن ما لمسته مثلا كويته او حاجه او كنت اقدر اشيله م. وخرجت تعرف ان الحاله دي عندها ريكارنس ريت عالي ان نسبه ارتداد وظهور المرض من جديد مره اخرى عالي ليه بقى لان انا خدعت نفسي كجراح لو انا اللي كنت بدي الدواء ده ان حصل فلاتنينج الكيس الصغير اختفى بس ما اضمحل ولكن ما انتهاش ما ماتش الخلايا اللي جواه فضلت نايمه بقت الاطار بتاع العربيه فاضي فاضي الكيس تماما وبعد لما فتره هترجع تاني الدوره ويفضل الاستروجين يرجع مره تانيه يحصل ريفيلنج يتملي من جديد فارجع اقول ايه ده ده الكيس رجع او المرض شرس لا لما بتتعمل الدراسات لازم اعرف الدراسه في الريكارنس او ارتداد المرض ما تكونش واخده هرمونات قبل الـ الـ قبل الجراحه ابدا هتبدا ده مرض جراحي يبدا جراحي او إن لو كنت هتوقف الدوره لفتره وقف الادويه لفتره تاخد مسكنات او غيره بقى لغايه لما تبدا ترجع الشكل الحقيقي للاكياس عشان نخش نقضي على المرض لان المرض لما تقضي عليه واكسجن بكامل هي فرصة التحسن والمرض لما بيرجع بيرجع على ثلاث مراحل أو ثلاث مستويات هو ألم أو كيس باين أو تأخر الحمل عملت العملية وما تحسنش الحمل فنقول يبقى في ريكارنس يبقى ريكارنس دي الأسباب اللي بنقولها واللي هنتعامل معاها بعد كده إزاي نعود من زار بعد من زار او من زر بعد جراحه تقليديه تعال نشوف الكيس ازاي يتشال لانسه عندنا مثلا انسه اشجان اها 24 سنه كانوا اقول لها شيل المبيض اه وشيل الرحم معلش وفي دول الى الان بتتعامل مع بطانه رحم المهاجره ان المرض ده بيجي من الرحم وبالتالي لو شلنا الرحم البطانه هتبدا تقل تعال نشوفها آه. تعال نشوف مع بعض وخصوصا صنغرش. اه لا ما عارف عندك ده <تجوة> أشجان بقى يعني انسه وعندها 24 سنه وعندها الام في البطن والحوض بص, بص, بص بعد اذنك هنا آه. بنعمل تقنيه بشكل معين م. بص الكورتكس القشره اللي بره دي مش عاوزين ابدا نهنها م. ازاي بص بص تبدا تفتح فتح شوف بالتدريج بص الكيس حنيها. انا هطلع لك الكيس بالكامل ده كل ده كيس اللي جوه آه الكيس جوه والكورتكس اللي بره آه. بص بص ده المبيض بص ده اللي بره بص طرف المقص ده بص طرف المقص, انت ب... انت بص طرف المقص آه. هتبدا ت... يعني عارف ايه بجد لازم يكون انا شايف ان المقص عامل زي الفرشه فرشه الرسام آه. لازم تكون قد ايه عاوز تعمل بيها لوحه شوف خلاص أع... شوف ممكن على فكره ناخد بالنا بص بل... بل... انه ما بيمزعش آه. انت بتعمل ليه شارب لكن... بص آه. بص هيبدا الكيس من تحت شوف انت قد ايه قدرت تسلك كل الجزء ده وهتبدا توصل انك انت تجيب الكيس من العمق بتاعه وانت شايفه تحت عينيك من غير استخدام اي طاقه مفرطه كهربائيه تاثر على مخزون المبيض فيما بعد او تعمل سيل ديس وتموت الخلايا اللي موجوده وازاي انك انت هتقدر تشوف الفولس كبسول اللي موجوده ما بين المبيض وما بين بص الكيس ده كان أول كيس تحت تاني أول خلي تحت. بالك ادي كيس وكيس تاني عشان كده المالتي سيست ده كيس لما بيكون اكتر من كيس بيبقى فيه فرصه للرجوع مره تانية مم. لو لو جرينا بس بالكيس بالسرعه شويه بص يا دكتور انا كنت عاوز اوصل للناس كلها ادي الفصل بص انت كل ما بتفصل هيبان لك اذا كان كيس او اتنين هنطلع الكيس بالكامل بص بص شاف بقره تانية مم. شوف قد ايه الالم اللي موجود لانسه كان عندها 24 سنه طبعا بنحاول نشفط كل الكونتنت الكونتنت والكيس بيطلع المحتوى. عن بقرة ابيه مم. عشان ونحافظ على المبيض أه لإني داي... دايما مع مع امهر الايدين اللي شغاله لازم ما بتعتمدش على تاريخك وانت شغال مم. كل حاله بحاله مم. كل حاله بمخرج خاص بيها عشان تفضل العمليه مستمره ادي الكيس بيخرج المبيضين دايما نسال سؤال هو احنا ما بنخيطش حلو جدا آه. حلو الاسئله دي بقى آه. ما نقول بقى ايه الاول بص الكيس بنفتحه ازاي آه. آه. ادي هو الكيس. ادي كامل اهو بعد ما فرغنا من جوه واحنا جوه اهو وشفطنا محتوياته الكيس مم. بالكامل. مم. وهنبدا نطلعه بطريقه معينه الكيس ده ممكن لما شلناه البيك اوف اللي هو النزع السلخ زي ما بتكون بتسلخ ارنا مثلا او انك انت تقدر تعمل ابليجن كي للكيس ده جوه. الفرق ما بين الاثنين الكي من جوه هيموت الكيس وهيقلل الالم م. خلاص كده؟ بس نسبه الرجوع معاه اكتر ان يرجع مره تانية لان احيانا ولما بتاكل لغايه الاخر وبشكل بطاقه معينه ممكن يحصل ريجنريشن او اعاده تكوين تاني الخلايا المنتجه لل اللي البطانة اللي ما كانت محبوسه في المبيض ويبدا يحصل ريفيلنج تاني ويتكون مره تانيه. لكن نسبه الحمل لو بنتكلم مش لأنيسة بقى مع نزع الكيس او كيو بس بالشكل معين ببروب معين او بليزر او بلازما جيت كل دي مسميات علميه لتقنيات مختلفه مش كل الناس معاها الالات دي. معظم الناس بتعمل حاجه اسمها مونوبولر. وبالتالي بجد بيأثر على المبيض ومخزونه وبيحرقه والمونوبولر اللي هو الكي الأحادي القطبي بالظبط كده زي ما يكون الكوباية دي أنا شايلها بصبعين لا الكوباية دي أنا بشيلها كده واتنين تلاتة جايين يشيلوا معايا الكوباية دي فالطاقة الكهربائية الرهيبة اللي بتطلع مع المونوبولر نستخدمه في الكات القط في القطع مش في الكي في الكي لأنه بيعمل بروباجيشن للهيت بيحرق فيحرق المبيض او البقره اللي موجوده فيه عشان كده حتى لما بنيجي نعمل كي او بيسموه الكاي الكهربائي للتكيسات المبيضين لبعض الحالات اللي فيها ريزيستنت تو اوفري سندروم وبالتاكيد مهما بتدي الادويه الدوره ما بتنزلش احيانا بتعمل الكي وفق برضو قواعد علميه مقصولة بتعمل دلوقتي بولر بروب وزي الطاقة اللي طالعة قد إيه ومحتاجها إزاي وبالتالي لازم تكون متفهم للآلة اللي بتعمل بتشتغل بيها التكنولوجي والتقنية التكتيك كمان يعني هتمشي إزاي بخطوات معينة وأنت فاهم إن النسيج ده ماسكه إزاي وبشد التراكشن وأند تراكشن إزاي عشان ما يعني إيه مسكتك بالآلة على سطح المبيض ممكن تعمل انت سكارنج يعني تعمل ايه تاثر على المبيض فلما يجي يلتهم يلتهم بايه بالنسيج ليفي فياثر على المخزون اللي كان موجود فيه سالت سؤال المبيض اللي اتساب اللي اتساب كان آه. واتفتح كده سيبته وخلاص ونتقل. سيبته واحد هيرجع يلم تاني مع بعض يعني. سعدت بجد بهذا الحوار اللي مهم قوي في كلمه من الليل ده الجلد دل. يعني نعرف كل حاجه لانه هذه الحاله المرضيه وغيرها من الحالات المرضيه ينبغي ان يفهم فيها كل حاجه دايما ضيف الع... ضيف العزيز الاستاذ دكتور سيد الاخرس كان منورنا النهارده وزي ما الدكتور سيد قال يلا يعني أقول له دايما <applause> خليكم مع <عضيكو> الدكتور <applause> <applause>